السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الأهلي الليلة. طبعا السبت 12 أكتوبر، خلاص داخلين في أسبوع قبل مباراة القمة ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في الأسبوع الرابع من بطولة الدوري المصري الممتاز. مباراة قمة أكيد في كل شيء، لكن قبل ما تكون قمة في كرة القدم نتمناها أن هي تكون قمة في الأخلاق وفي المستوى الروح الرياضي. زي ما حضراتكم عارفين أحداث كتيرة جدا هنتكلم فيها وهنخوض فيها، سواء في الكرة العالمية أو الرياضة بشكل عام والنادي الأهلي بشكل خاص. هيكون معايا في الفقرة الأولى الكابتن أحمد رضوان نجم النادي الأهلي علشان نتكلم معاه في استعداد النادي الأهلي والتوقف المهم اللي هنتكلم عليه، وطبعا استفادة النادي الأهلي من التوقف الحالي لبطولة الدوري، وإزاي الأهلي هيستفيد منها وإزاي هيستعد لمباراة الزمالك القادمة، وهناخد رأيه في الأحداث السابقة بشكل عام. طبعا زي ما قلت توقف مهم جدا، توقف مفيد للنادي الأهلي بيستعد فيه وبيستعد من خلاله لمباراة مهمة جدا. نادي الزمالك المواجهة الثانية لريني فايلر في أقل من شهر، وأول مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز. المباراة الأولى كلنا اتفاجئنا بمستوى النادي الأهلي مع ريني فايلر المدير الفني السويسري الجديد، اللي عجبني جدا جدا في تفكيره والمنتاليتي اللي موجوده عنده في التعامل مع لعيبه النادي الاهلي والتعامل مع كل المجريات اللي بتدور في النادي الاهلي بشكل عام. بيتعامل مع اللعيبه بشكل ناضج جدا، وفي ثواب في عقاب في اشاده، في زي ما حضراتكم شفتوا بعد مباراه اسوان ازاي لغى الاجازه ومرن اللعيبه علشان يكونوا عارفين ان كان مباراه اسوان كان فيها شويه بعض التقصيرات الفنيه اللي كانت باينه من وجهه نظره. مش معنى انك كسبت نتيجه كبيره يبقى انت اديت اللي عليك، لا ده انت ممكن كنت تكسب وتكسب بسكور، فانت ليه تفرط في سكور؟ فدي عقلية نضجة جدا جدا. مش هقول لحضراتكم بقى يعني هنتكلم في الماضي ونقول الناس اللي اتكلمت على ريني فايلر في الأول واتكلمت عليه انه ازاي مدير فني يعني ممكن يكون السي في بتاعه مش قوي زي جه يمسك النادي الأهلي. رضينا وقلنا الفرانك لامبورد مسك تشيلسي ما دربش غير ديربي كاونتي، بيستر بانو الجوزيه ما دربش حد غير لما جه مسك النادي الأهلي. قيمة النادي الأهلي، ودايما زي ما حضراتكم عارفين في نوعين من المدربين، في مدير فني يضيف للنادي اللي موجود فيه، وفي مدير فني النادي اللي موجود فيه يضيف له. وده النادي الاهلي دايما بيعمله. النادي الاهلي دايما كيف لاي مدير فني، ومدير فني واي مدرسه فنيه موجود فيها ما فيش حد ابدا مسك النادي الاهلي غير واستفاد منه من خلال الاسم اللي موجود فيه، وهو النادي الاهلي الاسم رقم واحد في مصر والاسم رقم واحد في افريقيا. 41 دوري بنحتفل بيه من ايام قليله جدا، خلاص الاحتفال انتهى، بنركز في مباراه الزمالك. زي ما حضراتكم عارفين قادر النادي الاهلي ان هو دايما ما فيش افراح بتدوم لاكثر من يوم، يوم واحد هو ده مدى يعني ابعد حاجه او اكتر حاجه ممكن نحتفل بيها، لكن بنقفل الصفحه على طول تاني يوم علشان نستعد للحدث اللي بعديه او البطوله اللي بعديها. بنلعب على 5 6 بطولات، بنلعب على بطوله الدوري، بنلعب على بطوله كاس، على بطوله دوري ابطال افريقيا، على سوبر افريقيا، على سوبر محلي. عندنا بطولات كتيره جدا جدا محتاجين ان احنا نركز فيها، ومحتاجين ان احنا نكون عارفين ازاي نتعامل مع المواقف. فايلر عنده العقليه دي، فايلر عارف ان هو في نادي كبير جدا وبالتالي ما عندوش وقت يفرح فيه، ما عندوش وقت ان هو يقدر ان هو يعني يصحح الاخطاء. تصحيح الاخطاء والاستفاده من التوقفات بيكون خلال الفترات اللي موجوده فيها النادي الاهلي، زي دلوقتي معسكر منتخب موجود، عندك فتره توقف، لعيبه موجوده اي نعم مع المنتخبات سواء المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي، بتدرب اللعيبه اللي عندك، بتخليهم مستعدين، بيستعدوا بشكل كويس علشان خاطر لما اللعيبه الدوليه ترجع لك تكون عارف انت كل المستويات مقربه جدا لبعض، كل المستويات فيها تقارب فني جوه الملعب، فانت كمدير فني تعرف تختار اللعيبه اللي تقدر ان انت توظفها صح وتقدر تنفذ لك التكتيك بتاعك. كلنا شفنا اجاي وقلنا ازاي يبدا في البدايه في مباراه الزمالك راس حربه صريح، كلنا اتفاجئنا بالمستوى اللي اجاي كان بيقدمه، كلنا اتفاجئنا بهدفين احرزهم، وكان ممكن يحرز الهدف الثالث وهاتريك عشان يكون اول هاتريك ليه في مباراه الزمالك. علشان كده بقول لحضراتكم ان الراجل عارف هو بيعمل ايه، وعارف ان هو موجود في نادي كبير جدا جدا، الهدف الاول بالنسبه له وبالنسبه للنادي اللي موجود فيه هو البطولات وهو الانجازات وهو الانتصارات. عارف قيمه مباراه الزمالك، شفنا المباراه الاولانيه حقق انتصار على نادي الزمالك المنافس التقليدي والمنافس اللدود للنادي الأهلي في بطولة الدوري المصري، وكمان حقق بطولة.
عنده تحدي تاني علشان يأكد ويثبت لكل الناس اللي اتكلمت وقالت ان مستر بايلر ممكن المباراة الاولى والمباراة محدش اتفرج عليه من النادي المنافس في خلال المباراة الافريقية الاولى، وبالتالي ما كانش يعرف التكتيك بتاعه. لكن زي ما بقول لحضراتكم ان مستر ريني فايلر قدامه تحدي كبير جدا ان هو يثبت لكل الناس ان فوزه على الزمالك مش صدفة، فوزه على الزمالك مش بس تفوق لاعبين، لا فوزه على الزمالك ان شاء الله يوم السبت اللي جاي هيكون تأكيد وتفوقه الفني على المدير الفني لنادي الزمالك، وايضا تفوق لاعبي النادي الاهلي على نفسها وعلى لاعبي نادي الزمالك. كلنا شفنا المباراة الاولى، ابدا مش صدفة انك تفوز على نادي الزمالك بنتيجة 3-2، كانت الاول 3-0، حصل لك اصابتين. انا يعني وجهة نظري لو كانت اصابة واحدة بس اللي حصلت اعتقد كان ممكن الفارق يفضل زي ما هو او يزيد، لكن اصابة ياسر ابراهيم ومتولي أثرت بشكل كبير جدا على نتيجة المباراة، وأثرت بشكل كبير جدا على شكل النادي الأهلي. لكن المباراة اللي جاية أنا شايف أن الراجل خلاص بقاله فترة كبيرة مع النادي الأهلي، بنتكلم في 3 ماتشات في الدوري المصري، بتكلم في ماتشات في بطولات أفريقيا، حط إيده على كل مفاتيح اللعب وعلى كل اللعيبة اللي موجودة، وعارف الناقص اللي موجودة عنده كانت فين، عارف نقاط الضعف ونقاط القوة سواء في فريقه أو في الفريق المنافس. عشان كده بقول لحضراتكم أن المباراة اللي جاية إن شاء الله هتكون تأكيد لكل جمهور النادي الأهلي على المستوى الفني اللي بيقدمه مستر ريني فايلر والمستوى التكتيكي العالي جدا اللي بيقدمه مع النادي الأهلي من خلال وضع يعني بصماته الأولية وتعرفه على جمهور النادي الأهلي من خلال إن شاء الله مباراة الزمالك اللي جاية. زي ما حضراتكم عارفين الأهلي وقع في مجموعة أكيد قوية في بطولة دوري الأبطال، إن شاء الله أكيد زي ما احنا متعودين النادي الأهلي إن شاء الله يخرج منها كبطل ومتصدر للمجموعة، كمان يقدر ريني فايلر يجيب البطولة رقم 9 في تاريخ النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، علشان كمان من خلالها يحقق اللقب رقم 42 في بطولة الدوري، وبطولات كثيرة جدا جدا بتنتظر لاعبي النادي الأهلي وبتنتظر مستر ريني فايلر، اللي أنا شايفه واحد من يعني إن شاء الله نجوم التدريب في مصر واللي هيعمل تاريخ كبير جدا في افريقيا وفي مصر من خلال وجوده مع النادي الاهلي. يعني مباراه الزمالك اكيد بيكون ليها اجواء الخاصه، بيكون ليها الحاله الفنيه اللعيبه موجودين فيها، لكن توقعاتنا دايما مش بتكون محدده في مباراه اهلي وزمالك. الاهلي ممكن يكون كويس جدا لكن ما عندوش حظ وما عندوش توفيق، الزمالك ممكن يكون كويس جدا لكن ما عندوش حظ وما عندوش توفيق، وده اللي احنا دايما بنتكلم فيه لما بناخد راي اي نجمه من النجوم اللي موجوده، نقول لهم توقعاتك ايه لمباراه اهلي وزمالك، يقول لك مباراه بلا توقعات زي اي مباراه كبيره او اي مباراه ديربي او اي مباراه قمه موجوده في العالم. برشلونه وريال مدريد، مانشستر يونايتد وارسنال، بنتكلم في يوفنتوس وانتر، اي سي ميلان وانتر، كل المباريات الكبيره ما بيكونش ابدا ليها توقعات. عشان كده بقول لحضراتكم مباراه على الجانب الفني انا اعتقد واتوقع واللي انا شايفه من خلال استقرار فريق النادي الاهلي ومن خلال اللعيبه وكواليتي اللعيبه اللي موجوده، من خلال تعامل المجلس الاداره مع اللعيبه ووجود الكابتن خطيب على طول داعم للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي، وكمان دعمه في مباراة أو قبل بداية الموسم مع الفريق قبل بداية السوبر وقبل مباراة السوبر، والكلام اللي كان بيتقال من خلال الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني أن الموسم ابتدى خلاص، فلازم نركز، لازم نشوف البطولة اللي جاية هي بطولة السوبر، بعد كده بطولة الدوري بنركز فيها، ماتشات أفريقيا أو دوري أبطال أفريقيا بنركز فيه. ده اللي دايما النادي الأهلي بيهدف ليه أو دايما النادي الأهلي بيكون مركز فيه، أن هو يفصل كل البطولات عن بعض وبياخد كل مباراة على حدة وكل مباراة لوحدها استعدادها وطريقة الطريقة الفنية اللي ممكن يلعب بيها والاسلوب اللي ممكن يلعب بيه وازاي سيناريو المباراة ممكن يحصل، وايضا خلال يعني ان انت الفريق المنافس فنيا ممكن ما يكونش مستقر، حالة تذبذب موجودة بين اللاعبين بينها وبين بعضها، لكن احنا طبعا دايما مش بنركز مع الفريق المنافس، بنركز بس في نفسنا وبنشوف بس نفسنا. وانا يعني بتمنى ان جمهور الاهلي ما يشغلش باله باي حاجة، يشغل باله بس بالفريق وبامور الفريق ويبقى اخبار الفريق ويبقى مطمن وعايز يعرف ايه اللي بيجرى وايه اللي هيحصل، هل عمرو السوليه هيرجع، هل عمرو السوليه ممكن يغيب عن ماتش الزمالك، هل فلان الفلاني هيكون موجود، اخبار اصابه ياسر ابراهيم ايه، اخبار اصابه متولي ايه. ده اللي احنا بنتمنى ان جمهور الاهلي يتابعه دايما ويركز فيه، علشان خاطر احنا من خلال تركيزنا في نفسنا ومن خلال تركيزنا في فريقنا اعتقد ان ده اللي بيصنع الفارق وده اللي بيخلينا يكون فيه دايما تفوق
هو تألق من خلال عدد البطولات 41 بطولة، ما اعتقدش ان حد يعني ابدا ابدا يقدر يحصلنا. كمان في افريقيا احنا بعاد جدا جدا عن اي فريق، سواء فريق يعني في مصر او في القارة، فاحنا دايما نادي فوق جدا جدا، ودايما ما بنبصش تحتينا، بنبص دايما لقدامنا وبنبص لهدفنا، علشان لو بصينا لتحتينا هنتعطل، واحنا ابدا مش عايزين نتعطل، عايزين نكمل في تحقيق بطولات وانجازات وكتابة التاريخ اللي ابدا ابدا عمره ما هينتهي، او عمره ما هي القلم اللي بيكتب التاريخ ده عمره ما هيقف ابدا في تسطير وكتابه تاريخ وبطولات كبيره جدا 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 حققها النادي الاهلي وهيحققها ان شاء الله خلال السنوات القادمه. تعالوا نروح لشويه اخبار كده نعرف حضراتكم الدنيا ماشيه ازاي. يعني بنتكلم على اللعيبه الدوليه، بنتكلم ايضا على اللعيبه اللي ان شاء الله ممكن تلحق بلقاء القمه، والبدايه من الدوليين اللي موجودين في المنتخب الاول واللي موجودين في المنتخب الاولمبي. وكابتن سيد ابو حفيظ مدير الكره بيعلن عن موعد انضمام الدوليين للتدريبات، وكابتن سيد قال ان يوم الثلاثاء اللي جاي ان شاء الله هيكون استعداد لمواجهه نادي الزمالك في قمه مواجهه الاسبوع الرابع بمسابقه الدوري المصري الممتاز، واللي ان شاء الله هتكون يوم السبت، وبالتالي يوم الثلاثاء اللي جاي موعد انضمام الدوليين سواء المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي هيكونوا موجودين في تدريبات الفريق يوم الثلاثاء القادم. بفكر حضراتكم بلاعبي المنتخب الاول محمد الشناوي وايمن اشرف واحمد فتحي وحمدي فتحي ومحمد مجدي قفشه وحسين الشحات، المنتخب الاولمبي الرباعي رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي ومصطفى شوبير. علي معلول يشارك الاثنين في التدريبات، علي معلول نجم منتخب تونس ونجم النادي الاهلي اللي كان موجود مع منتخب تونس في فتره التوقف الدولي، هيرجع ان شاء الله لمصر وهيرجع يستأنف تدريباته مع النادي الاهلي يوم الاثنين القادم. في نفس التعليق اللي قاله كابتن سيد عن موعد انضمام الدوليين، قال ان علي معلول ان شاء الله هيكون موجود في التدريبات الجماعيه بعد بكره الاثنين، وكابتن سيد قال ان هو اطمن على علي معلول واللي تم استدعائه مؤخرا لمعسكر المنتخب التونسي، ومنتخب تونس كان بيستعد بمباراه وديه امام منتخب الكاميرون او هيلعب امام منتخب الكاميرون النهارده يوم السبت في مدينه رودس التونسيه. طيب كابتن سيد ابو حفيظ وسؤاله عن عمرو السولية، هل عمرو السولية هيكون جاهز لمباراه الزمالك اللي جايه ولا لسه الاصابه هتمنعه وهتعطله عن المشاركه في المباراه؟ فكابتن سيد قال ان عمرو السولية لاعب خط وسط النادي الاهلي هيكون جاهز للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراه الزمالك اللي هتكون يوم السبت القادم ان شاء الله. كابتن سيد قال ان عمرو السولية بينفذ الجزء الاخير من برنامجه التاهيلي للتعافي من الاصابه، هيكون جاهز لمباراه الزمالك القادمه في بطوله الدوري. عمرو السولية كان عنده اصابه طبعا بجزع في الرباط الخارجي بالكاحل او في الانكل في مباراه اسوان الاخيره واللي الاهلي كسب فيها 5 أهداف مقابل هدف. مستر ريني فايلر بيكلف توماس بينيكل باعداد برنامج استشفائي للاعبين الدوليين، حاجه مهمه جدا ان المدير الفني ما يكونش بيفكر بس في اللعيبه اللي موجوده حاليا او اللعيبه اللي جايه لما تيجي نشوف حالتها تبقى عامله ازاي، لا ده بيفكر كمان قبل اللعيبه ما تيجي ازاي نقدر نوفر كل سبل الراحه وازاي نقدر نستعيد العافيه للعيبه ان شاء الله هترجع على الحاله اللي بيها بعد مباراه بوتسوانا اللي هتكون يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله الساعه 7 بتوقيت القاهره، وبالتالي مستر ريني فايلر جاهز يعني كل المستلزمات مع الجهاز الفني الحالي ان هو لما يرجعوا على طول يعمل لهم برنامج استشفائي علشان يعملوا ريكفري او يعملوا استشفاء بسرعه ويستعدوا لمباراه الزمالك في حاله صحيه وفنيه وبدنيه جيده جدا. وده اللي قاله مستر ريني فايلر مع توماس بينيكل مخطط الاحمال البدنيه، انه وضع او هيضع ان شاء الله برنامج استشفائي للاعبين الدوليين المنتظر انضمامهم يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله، اللي هم 6 لعيبه والاربع لعيبه اللي موجودين مع المنتخب الاولمبي، يبقوا الحصيله في الاخر 10 لعيبه موجودين من النادي الاهلي بيمثلوا المنتخبات الوطنيه سواء المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي. وما ننساش كمان في لاعب منهم علي معلول مع منتخب تونس واليو ديانج مع منتخب مالي الاولمبي، 12 لاعب من النادي الاهلي، 10 مع منتخب مصر وواحد مع منتخب تونس وواحد مع منتخب مالي. نروح لفاصل بقى علشان نرجع نستقبل بعديها الكابتن احمد رضوان ونتكلم معاه في كل الامور الخاصه بالنادي الاهلي واستعداد النادي الاهلي للقمه القادمه في الاسبوع الرابع في بطوله الدوري المصري الممتاز. خليكم معانا ولكن بعد الفاصل. اهلا
اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الاولى مع نجم النادي الاهلي والمدير الفني لفريق المصريه للاتصالات الكابتن احمد رون. كابتن احمد ازي حضرتك؟ حبيب حبيب منورنا يا كابتن. ده انا اللي متشرف معاك والله العظيم، ومبسوط ان انا موجود معاك وفي قناه النادي الاهلي، ومبروك للنادي الاهلي وجماهيره الدوري والاحتفال اللي فات. طبعا في البدايه ببارك لحضرتك على فوزك النهارده في اولى مشوارك ان شاء الله للصعود لممتاز به، فوزك على الشرقيه للدخان هدف مقابل لا شيء، اكيد يعني في خطوه مهمه جدا في البدايه. ودايما زي ما احنا عارفين في لغه الكوره ان اول مباراه كابتن بتسمع لبقيه الفرق وبتعرف لهم مدى قوه الفريق في منافسته على الصعود وعلى استكمال مشواره بقى بشكل عام في بطوله الدوري. يعني بالفعل الحمد لله. انا بس اول حاجه طبعا عايز اشكر مجلس اداره، يعني باشمهندس عادل استاذ نادر مجموعه كلها بتاعه مجلس الاداره، عايز اشكر اللعيبه اللي استحملتني بقى لنا 9 اسابيع يمكن شغالين وعملنا معسكر في اسكندريه. بصراحه السنه دي الموضوع مختلف خالص، باين من اول يوم ان لا احنا في هدف عندنا اللي هو الصعود، وهو ده اللي شغالين ان شاء الله عليه، وعارف كله شغال الحمد لله في الاتجاه ده، يعني كاداره كجهاز كلعيبه كله يعني رايح في الحته ديت، وده الهدف الاول وان شاء الله يعني هو اللي يحصل. اشتغلنا الفتره اللي فاتت يعني بشكل مميز في الماتشات الوديه في التدريبات الحمد لله، وده كان الحمد لله كان اول يوم النهارده. بتلعب فرقه كبيره برده معاها جهاز فني محترم طبعا، كابتن علاء ابراهيم طبعا، واحمد فوزي، يعني جهاز محترم بصراحه. ف ان انت تروح تكسب فرقه كبيره زي شرقية الدخان في اول ماتش ليك بره، ده يحطك في حته كويسه، يقلق الناس منك، يخوف يعني الناس كلها تخاف، فعمل لك حساب كويس جدا. احنا عندنا برضه عشان من يعني في طبعا فرق بتعطل كتير، ولكن انت عندك شرقية الدخان من الفرق المميزه، عندك 6 اكتوبر، عندك جولدي، واحنا طبعا في الفرقه، فاحنا كنا يعني لازم الماتش ده كنا نطلع بحاجه ايجابيه، والحمد لله ربنا وفقنا ان احنا كمان خدنا 3 بونت الحمد لله. ماتش كان سجال، كان ممكن احنا نكسب وهم يكسبوا، الحمد لله احنا توفقنا الحمد لله في الجول اللي احنا جبناه، ولينا كمان الحمد لله كره في العارضه، وهم برده ليهم واحده طلعها برده مختار في الاخر يعني. لكن بشكر ربنا وبشكر اللعيبه، بشكر الجهاز، بشكر الناس كلها، العمال، كل الناس اللي استحملونا يعني بصراحه، ان انا يعني متعب شويه في شغلي لكن بشكرهم كلهم يعني. عندك يعني كابتن احمد حضرتك يعني باركت للنادي الاهلي وباركت لجمهوره على فوزه بالدرع رقم 41، وحضرتك اتكلمت على الحفله الاخيره، عايز اعرف راي حضرتك في حفل تتويج ووجود لاعبي النادي الاهلي حتى لو متاخره شويه، لكن هل ممكن تدي دفعه معنويه لعيبه النادي الاهلي الحفله اللي اقيمت مؤخرا واستلام الدرع والاجواء اللي حضرتك شايفها قبل مباراه مهمه زي مباراه الزمالك، وهل هي ممكن تعطي دفعه مش بس لمباراة الزمالك، ممكن تكون دفعه لكل مشوار الاهلي سواء في افريقيا او في الدوري خلال الموسم ده؟ بص والله كابتن، هو النادي الاهلي ده بيعلمنا حاجات كتير في كل وقت، يعني سبحان الله في كل حاجه بيعملوا تحس ان هم بيعملوا احسن حاجه طبعا، يعني بيبقى في رتوش قليله لكن تحس ان هم بيعملوا الصح في كل حاجه، يعني توقيت مميز جدا ان هم يختاروا توقيت زي دوت، يفوقوا اللعيبه، يبقى مجلس الاداره كله يعني موجود دعم هايل، وهو ده نادي الاهلي، وهو دي مجلس ادارته، وهي دي جمهوره، وهو ده النادي اللي احنا يعني اللي انا اتشرفت، انا لبست حتى التيشيرت، مشيت حتى من جنب السور. لا النادي الاهلي حاجه تانية خالص، في حته تانية خالص يعني. فطبعا بنشكر مجلس اداره، بنشكر طبعا الجمهور لدعمه للفرقه. برضه عايز اتكلم في ان الراجل الحمد لله يعني الشكل مختلف، حتى اللعيبه اللي كانت مش فايقه السنه اللي فاتت، لا الراجل موصلها لحته كويسه. طب رايك يا كابتن في الموسم اللي فات الاول قبل ما نروح للموسم ده مع فايلر، يعني الاهلي مع مارتن نصرت اكيد كان ليه شكله وحضرتك تابعته، لكن اكيد الموسم الماضي كان موسم صعب جدا جدا جدا، والبطوله حضرتك عارف كل الاجواء والاحداث الخارجيه والداخليه كانت تؤكد ان الدوري ده الاصعب في تاريخ النادي الاهلي. رايك الاول وتقييمك للاهلي الموسم الماضي مع ريني فايلر مع مستر مارتن نصراتي؟ يعني بص احنا مش ده كان النادي الاهلي خالص الفتره اللي فاتت بتاعت السنه اللي فاتت، خصوصا في الدور الاولاني لما طبعا حصل فيه تدعيمات ورمضان جه وحسين، طبعا حصل يعني الطفره اللي هي 60-70%، لكن برضو كان النادي الاهلي ما وصلش للمفروض يوصل له. مش عارف، بس انا حاسس ان الراجل ما كانش بصمته واضحه بالرغم ان المكسب يا كابتن كان الاهلي بيكسب والاهلي كان متفوق، لكن هل ده كان برضه بمؤشرات ان مش هو ده النادي الاهلي ومش هو ده مستواه؟ بص طول عمر النادي الاهلي كده، هي القصه مش مكسب بس، بيبقى الجمهور عايز مكسب واداء، عايز يحس ان الفرقه دي بتاعته زي من دلوقتي،
احنا ما عندناش مشكله نخش في مجموعه صعبه حتى في في في, في افريقيا، ما فيش مشكله خلاص. احنا انت عندك عارف عندك اساس ان الاداء ده رقم واحد، النتيجه دي تيجي كده كده يعني، كده كده النادي الاهلي بيكسب، لكن القصه كلها في الاداء. فالجمهور والنقاد والناس كلها كانت شايفه ان السنه اللي فاتت لا ما كانش بالمفروض النادي الاهلي يبقى عليه، لكن السنه دي يعني بصراحه لا بادئ بدايه مميزه. ربنا يكرم ان شاء الله في بطوله افريقيا كمان، والفوز يبقى حليفهم يعني، ومن بدري بدري كده يصعدوا ان شاء الله. ايه اللي اتغير في اداء النادي الاهلي يا كابتن احمد، خلى كابتن احمد رضوان يقول النادي الاهلي ووجود مستر ريني فايلا لا الشكل بدا يتغير وبدا يكون موجود شخصيه الاهلي جوه الملعب؟ بص يا كابتن احمد، هو القصه كلها بيبان يعني، احنا عشان برضو يعني الواحد برضو شغال بقاله 8 9 سنين في الشغلانه دي، ف الشغل بتاع المدرب بيبان خصوصا للناس المدربين. من ناحيه ايه؟ من ناحيه معاك الكوره بيبقى شكلك عامل ايه في الملعب، ومش معاك الكوره بتجيبها بعد قد ايه؟ يعني هي لحظات كده وبتقسمها في 90 دقيقه، يعني الكوره دلوقتي انت وانت بتبدا من تحت لحظه الاستحواذ دي شكلك عامل ازاي؟ حلولك فين؟ شكلك موسع الملعب ولا قافل الملعب؟ ده كله بتاع مدرب. يعني اللعيب ده بيبقى ابداعه في كوره واحد ضد واحد، كروس، شوتنج، هيدرز، يعني الحاجات دي اللي هي الموهبه هيعدي واحد، لكن قصه ان انت تشوف توسعه الملعب وشغل الحلول في الملعب وانت معاك الكوره ده شغل مدرب. الكوره بعد كده بعد ما انت شغال اللحظه بتاعه الاستحواذ دي بيحصل لك لحظه بعديها على طول بتفقد الكوره. اللعيبه بتعمل ايه؟ لو ترجع كده بالزمن مع كابتن حسام البدري لا كانت في بصمه واضحه جدا ان احنا في اقل وقت كان النادي الاهلي بياخد الكوره في اقل وقت. نص الملعب كان واقف على رجله كويس، عندهم الحته البدنيه حاجه محترمه جدا، فكانوا قادرين في اقل وقت يجيبوا الكوره ويبداوا تاني يشتغلوا تاني. فده اللي بيبان لنا احنا كمدربين، الراجل ده اخباره ايه؟ شغله فين؟ رايح فين؟ شغال ولا مش شغال؟ فلسفته يعني لما تيجي تبص لكابتن هاب جلال لا عنده فلسفه واضحه كده وعنده استحواذ عالي جدا، بيوسع الملعب، بيشتغل، وكمان لما بيفقد الكوره بيحاول يجيبها في اقل وقت. ده اللي يبان لنا يعني. واللي واضح جدا ان الراجل اللي موجود شغال على الحته دي كويس قوي. طب هل يا كابتن الحكم لسه بدري بالنسبه للجمهور؟ عشان الجمهور بيقول لا لسه بدري ولسه ثالث ماتش في الدوري، في افريقيا ما دخلناش في مباراه قويه جدا، لكن الحكم هيبدا يبان من خلال مشواره في بطوله افريقيا، من خلال المواجهه الثانيه لنادي الزمالك، عشان الناس تبدا تعرف هل فوز الزمالك جه نتيجه تفوق لاعبي النادي الاهلي وما كانش فيه تفوق فني، ولا تاكيدا لقدرات مستر ريني فايلر الفنيه العاليه جدا والتكتيك اللي لعب بيه ودفع باجاييه في دفاع النادي الزمالك بما انه يتمتع بمهارات عاليه جدا. هل كل الكلام ده ممكن يدي مؤشرات للجمهور، ولا الجمهور يعني خلاص قدر يحكم وبالتالي صنف مستر ريني فايلر ان هو مدرب هيعمل بطولات وانجازات مع النادي الاهلي؟ لا ما نقدرش نقول دلوقتي كده، المدرب ما بيبانش غير بعد 7-8 مباريات عشان تقدر تحكم على الراجل، لكن مؤشر الراجل من بدري كده لا الراجل اي حاجه يعني يعني مبشر، وراجل عنده فكر وراجل عنده شخصيه بالظبط، يعني واضح ان لا عنده الايجابيات كتيره كويسه في الملعب، لكن عشان تقول ان الراجل ده هو اللي هيعمل لا لسه بدري، ما نقدرش نقول الكلام دوت، والكلام ده هيبقى متسرع جدا. زي ما احنا برضه في نفس الوقت ما نجيش على حد تاني برضه بعد 3-4 ماتشات ونقول الراجل ده مش كويس، الراجل ده لا ممكن يبقى اللعيبه اللي معاه مش قادره تستوعب الشغل بتاعه. فما تقدرش من 3-4 ماتشات تقول الراجل ده هيودينا في حته البطولات بتاعت مانويل جوزيه لا لسه بادئ الموضوع ده. كابتن احمد، المدرب الاجنبي والمدرب المصري، ايه العوامل اللي بتنجح المدرب المصري في مصر؟ وايه العوامل اللي ممكن تنجح او تفشل مدرب اجنبي بيشتغل في مصر؟ بص يا عمر، هو قصه زي ما قلت لك كده تكمله للكلام اللي هي اللحظات بتاعه المباريات، هي دي انا ماليش دعوه بمدرب اجنبي ومدرب مصري، اللي اتعلم اتعلم صح، واللي ما اتعلمش خلاص موضوعه بالنسبه له خلاص انا اسم وانا لعبت كوره وانا كلنا بنبطل كوره. هل ده ان انت تعتمد على اسمك بدون العلم ده كفايه؟ لا خالص، في ناس كتيره جدا في مصر وانا اشتغلت معاهم بدون ذكر اسماء، يعني انا اسمي فلان، انا بطلت وانا اسمي فلان، انا لعبت في القناه وكنت حاجه جامده جدا، ولكن في الاخر برضو ما كانش في توفيق، او السيناريو اللي انا كنت حاطه لنفسي ما كانش ماشي كويس، لكن لما جيت اشتغلت وبدات قلت لا لازم اثقف نفسي كويس قوي، لازم اعلم نفسي كويس قوي. فتكمله للكلام اللي كنت بقوله لك ان احنا اللحظتين دول بعديهم لحظتين تانيين بنشتغل عليهم، اللي هي لحظه ازاي بتضغط ومنين بتضغط، وازاي اول ما الكره بتفقدها
اللي هي اللحظه الاخيره ازاي بتجيبها. المفروض انت الاربع لحظات دول بتشتغل عليهم في التمرين مع اللعيبه بتاعتك، بتشتغل على حلولك، بتشتغل على كل حاجه بقى. فقصه الاجنبي من المصري انا اعرف ده شاطر ولا مش شاطر، ماليش دعوه بقى باجنبي ماليش دعوه بقى. بس المهم اديله الصلاحيات، الراجل المصري ده اديله صلاحيات الاجنبي، وبعد كده حطه في نفس حته المقارنه وبعدين قارن. ممكن حد يقول لك يا كابتن احمد بس المصري لما ياخد صلاحيات الاجنبي ممكن يعني ممكن يتمادى فيها، ممكن ما يبقاش في خطوط او ليميتس بالنسبه له، فلازم احط له ليميتس ولازم نبقى متفقين على 1 2 3. الاجنبي بيكون عارف وهو جاي، عارف ان بالنسبه له الدنيا واضحه، عارف بالنسبه له ايه هو الخطوط الحمراء بالنسبه له، ازاي يتعامل مع اللعيبه. هل ده كابتن هل ده ممكن يكون موجود، ولا المصري لو اخذ صلاحيات الاجنبي ممكن يعني يبدع ويتالق في التدريب؟ يعني انا شايف ان اصلا عندنا موهبه في التدريب، يعني في ناس عندهم سبحان الله موهبه، ولكن انا بقول بعد ما انت بتلعب كوره مش معنى ان انت لعبت كوره وكنت نجم وكنت لعيب كبير ان انت بتخلص بتبدا تاني يوم تبقى مدرب، تبقى مدرب شاطر. استحاله استحاله، مش هتعرف تصفر، مش هتعرف. في كلام كتير جدا، الشغل مع 30 لعيب غير لما بتشتغل على نفسك. احنا لما كنا لعيبه كنا تفكيرنا في حته، ودلوقتي واحنا مدربين تفكيرنا في حته تانيه. انت 30 لعيب موضوع كبير جدا، انت مسؤول عن جهاز كامل كمان وراك، مسؤول عن اداره، مسؤول عن جماهير، لا موضوع مختلف جدا. لكن انا شايف ان المدرب المصري لما يعني يتحط له زي ما انت حضرتك قلت كده، انت ليك 1 2 3 4، ودلوقتي خلاص اصلا السنه دي خلاص ما فيش حد بيمرن كمان غير بعقود، فانت معاك عقد وعارف ايه اللي ليك وايه اللي عليك، فالموضوع خلاص موجود المعطيات اللي المفروض بيشتغل عليها عشان تقدر توصل للحته بتاعتك اللي انت عايز توصل لها. هل وجود يا كابتن مدربين اجانب في الدوري المصري، انا بتكلم بشكل عام على المدربين الاجانب علشان قضيه ومش عايز ارجع لها تاني، هل وجود مدربين اجانب كل سنه بتزيد؟ يعني الاهلي والزمالك، الاسماعيلي، دجله، الجيش، يعني اعتقد جونه، بنتكلم في فرق بدات ان هي تدخل المدارس الاجنبيه في التدريب. الاول كنا بنشوف اهلي وزمالك بس، دلوقتي بقينا نشوف انديه كتيره جدا بتدخل مدربين اجانب. هل ده كابتن ايجابي ولا سلبي؟ ده رقم واحد. وعايز اعرف راي حضرتك ايضا في الكواليتي المدربين اللي موجودين، هل يقدروا يطلعوا لعيبه تفيد منتخب مصر وتخلي الدوري المصري دوري قوي نقدر ان احنا نستفيد منه ماديا واعلانيا وتسويقيا بشكل كبير؟ جميل. يعني قصه الكواليتي يعني بعد السنه ممكن نقول عليها، يعني الموضوع بتاع دجله ده نقدر نقول عليه لا موضوع ايجابي جدا، لان احنا لو شفنا حتى القطاع في دجله دلوقتي عامل ازاي وشكله عامل ازاي، لا يودي اللي حضرتك بتقول عليه، يودي لعيبه لمنتخب مصر، المنتخب الاولمبي، منتخبات الشباب، يفيد طبعا، لان الراجل جاي وعنده فلسفه معينه وبيشتغل عليها ومصمم عليها، وكمان قعد مع الناس اللي تحت والناس الاداره مدين له الصلاحيات ان هو كله بيسمع كلامه، كله بيشتغل على اللي هو عايزه، فلا حاجه زي كده دي ايجابيه. في حته تانية لا، ممكن يبقى الراجل اللي جاي اصلا مش على المستوى، ويبقى في مصريين احسن منه بكتير، ولكن هو جايبين انا جايب راجل اجنبي. طب السي في الراجل ده اشتغل فين، عمل ايه، ما تلاقولوش ليه ايجابيات. بس يا كابتن بيتقال لحضرتك ان المصري مش هيعرف يتحمل الضغوط، الاجنبي لا يعرف صحفيين ولا يعرف مشجعين ولا ليه ولا يفهم عربي، وبالتالي هيقدر ان هو يستحمل الضغوط اللي هتكون محطوط عليه من خلال الجمهور اللي موجود بيشجع الفريق، لكن المصري ممكن ما يتحملش الضغوط. هل الكلام ده صح ولا الكلام ده مجرد ان هي حجج علشان يبرر تعاقده مع الاجنبي؟ مش كل الناس. طب هو في ضغوط على نادي الجيش؟ لا. طب نادي تاني زي الاسماعيلي ممكن يقول لحضرتك اوكي. بص اسماعيلي، اتحاد، اهلي، زمالك، ما نقدرش نتكلم في القصه دي، ان هم ممكن مجالس الادارات يقولوا انا هريح دماغي من الكلام ده واجيب حد السي في بتاعه كويس، حاجه محترمه، عشان انا كده خلصت، انا جبت الصح وماشي على الصح. بس لازم وانا بجي اعرف انا بجيب ايه. الراجل اللي جاي ده هيفيدني بايه، هيعمل لي ايه، هيفيدني تحت كمان، زي ما الراجل بتاع دجله ده قعد وقعد مع المدربين اللي تحت وعلمهم وشغلهم وادالهم شغل يشتغلوا عليه، وبيروح يتفرج ويودي ناس من الجهاز اللي معاه يروح يتفرج ويشوف الشغل ده بيحصل ولا ما بيحصلش. هل الكلام ده بيحصل، ولا الراجل اللي جاي ده جاي يقبض وخلاص؟ ما احنا برضه لازم نستفيد من الناس اللي جايه بره دي. طب رايك في الحركه دي اللي حصلت في النادي الاهلي، ان مستر ريني فايلر بعد ما عدد من اللعيبه الناشئين اتمرنوا معاه رجعوا تاني لفرقهم، ولما تم استدعائهم قال لهم لا انا عايز اسامي اللعيبه بعينها اللي انا اتمرنت معاها او هم اللي اتمرنوا معايا، وهو حافظ وعارف اللعيبه اللي اتمرنوا معاه، وكمان الكلام اللي بيتقال ان هيكون في تنسيق الفتره اللي جايه مع كابتن فتحي مبروك، انا عرفت ان كان في تنسيق، هيبقى في تنسيق بحيث ان هو
يتم الاتفاق على طرق اللعب بشكل معين، على الفرق اللي موجوده وازاي تلعب بالطريقه اللي ممكن يلعب بيها الفريق الاول، عشان لما اللاعب يتصعد فريق اول يخدم الفريق الاول، ما يكونش فيه بقى لسه حفظه وعلمه والكلام اللي حضرتك عارفه كتير ده. هل حضرتك شايف ان فعلا دي بتفرق مع شخصيه الاجنبي، ان هو فعلا جاي يشتغل مش جاي يقضيها زي ما بنقول بلغه الكره؟ واضح من الراجل اللي جاي ان هو، اللي انا عرفته ان في تنسيق بينه وبين كابتن فتحي، ان هو هينزل وهيشوف وهيقول الناس دي ازاي تلعب، لان زي ما حضرتك بتقول كده ما ينفعش اجيب ولد ال 99 شغال كابتن عمرو انور معاهم طبعا دلوقتي، ما ينفعش ان هم بيشتغلوا في اتجاه والدرجه الاولى شغاله في اتجاه، فاللي هيطلع لي من هنا يلاقي شغل تاني، فاللخبطه على طول الولد مش هياخد الوقت القليل اللي المفروض يخش. لكن اللي انا اعرفه ان لا، في تنسيق وهيشتغلوا على الحته دي كويس، ولازم بدل حد شاطر جاي ما كلنا نتعلم منه، ايه المشكله يعني؟ كل الجهاز اللي تحت يشتغل على الشغل بتاع، احنا في الاول في الاخر بنعمل قطاع ناشئين ده عشان ايه؟ عشان طبعا عشان نخرج لعيبه تفيد الفريق الاول طبعا، دي قصه في الاول وفي الاخر. صح. يعني قصه ان احنا نجري ورا نتائج والكلام دوت وبتاع اولياء الامور اللي بيحصل دلوقتي طبعا ده حاجه بشعه، لكن هو ده المفروض الهدف الاول، ان احنا نطلع لعيب كويس للدرجه الاولى. فيعني احنا كل القصه بنهدف للحته اللي فوق دي، فيبقى لازم الحته اللي فوق دي تقول احنا عايزين 1 2 3 واحنا ننفذ 1 2 3 دي. وجود مدير فني يا كابتن، هل ده لو اللاعب اقتنع بالمدير الفني يطلع احسن حاجه عنده، ولا مش بتفرق قوي مع اللعيب، اهم حاجه يكون مستواك كويس ولا لا؟ دي حاجه بترجع للعيب، يعني المدير الفني بيأثر مع اللعيب من الراحه النفسيه، ولا اللعيب مش بيفرق معاه المدرب عامل ازاي، بيفرق مع نفسه بس؟ المدرب لازم يبقى مقنع عمر، يعني انا بشتغل على شغل، ابقى انا فاهم انا الشغل ده مطبق وشغال النهارده، الاسبوع دوت شغال على ايه، والنهارده شغال على ايه، وبكره شغال على ايه. فلو انا فاهم انا بعمل ايه، اللعيب اللي قدامي هيبقى اصلا مقتنع بيا، ولو اقتنع هيستوعب. طيب لو اللعيب مش مقتنع بالمدرب اللي معاه، هل اللاعب ما قداموش حل غير انه يثبت نفسه ويلعب علشان منتخب مصر او عشان قطر مستقبله، وعلشان يجدد عقده وعشان ياخد اعلى قيمه تعاقد موجوده، ولا اللعيب لو حس بان المدير الفني مش مقنع، هو مش مقتنع بيه، يقول لك بقى خلاص انا بالنسبه لي خلاص فصلت؟ ما هو دي مش مشكلته، دي مشكله اداره بتجيب حد شاطر ولا مش شاطر. انا اشتغلت مع ناس شاطره وناس مش شاطره، اللعيب المفروض ساعتها يعمل ايه؟ ما هنعمل له ايه يعني؟ ما خلاص هو الراجل مش شاطر ومش مقنع، اشتغل انت بقى، ادي انت اللي تقدر تديه. انا عايز اخد، انا سالتك السؤال ده علشان اخد حضرتك من رمضان صبحي، ان هو كان مستوى مع مارتن نصاتي ومستوى تاني خالص مع ريني فايلر، اتطور، وحسينا ان رمضان صبحي نضج بشكل كبير جدا جدا، شتان الفارق بين المستويين الموسم الماضي والموسم الحالي، اضافه قويه جدا للنادي الاهلي. النادي الاهلي اعتقد ان هو الايام اللي جايه هيسعى ان هو يعني خلص رمضان تماما من هادرسفيلد تاون وتعاقد معاه رسميا. فعايز اعرف راي حضرتك في رمضان في الفترتين، هل رمضان ما كانش مقتنع، ولا مارتن لاسارتي ما كانش بيطور اللعيبه، وهل فايلر بيطور اللعيبه ولا مقنع للعيبه؟ يعني انا عايز اوصل للجمهور ليه رمضان صبحي اتطور؟ عشان كذا حاجه، ممكن رمضان لما جه كان الامور بالنسبه له النقله دي نفسيا برضو ممكن تاثر عليه نفسيا، لان هو في الوقت ده برضو جه نادي كبير واحسن نادي في افريقيا، بس هو جاي كان المفروض يبقى في انجلترا ويفضل في انجلترا، فدي ممكن تكون مأثرة عليه. المدرب الشاطر اللي يقدر يطور من ادوات اللي عنده، الادوات اللي عندك ان اللعيب كويس ده اداه بالنسبه لك، فلما بشوف ميزه عند حد كويس قوي ان هو السبرنتر بتاعه كويس، فبقدر اطلعه على خط عشان يقدر يشتغل. واحد دليفري كويس او مهاري كويس بيشتغل زي صانع كده، ده لو انا شاطر هقدر اطوره، مش شاطر مش هقدر اعمل له اي حاجه ومش هدي له حلول. لان اللعيب في الملعب محتاج حل واثنين وثلاثه واربعه، وبعدين انت اختار توقيت اللعب ساعتها، انت اختار كلعيب، اختار حل اولاني ولا ثاني ولا ثالث ولا رابع، لكن لازم تقول له، لازم تحفظه، لازم تشغله. فرمضان اكيد الراجل دوت شاف في الراجل الثاني ما كانش شايفه وقدر يطور ويشتغل على رمضان عنده سرعات كويسه وعنده قوه كويسه، قوه بدنيه، كنترول على الكوره، عنده مهاره كويسه جدا، عنده حاجات كتير جدا كان ممكن يبقى احسن من كده، وكمان عنده ازيد من اللي هو فيه يعني دلوقتي كمان. لا رمضان لسه برضه ما وصلش، عنده اكتر من كده كمان. فبس معنى ان هو طالع في المستوى العالي ده، لا يعني ان الراجل شغال عليه وعارف قدراته فين، وواضح ان الراجل شاطر. انا بقول لك ان في حاجات كده ملموسه بتبان ان الراجل ده بيشتغل، الراجل ده عنده شغل. كابتن احمد، سياسه الروتيشن اللي المدير الفني بيتبعها،
في مدرستين، في مدرسة بتعمل روتيشن علشان بتريح اللعيبة فعلا، في مدرسة تانية بتعمل روتيشن علشان خاطر توصل مسج للعيبة ان انا ما عنديش حد كبير، ان كل اللعيبة عندي سواسية وان انا ما عنديش حد بفضله على حد. حضرتك الاول بتميل لاني واحدة؟ يعني هل حضرتك شايف ان روتيشن ان انا رايح اللعيبه تزنق ان انت لا ما هو لسه خلصين ماتش، عندنا ماتش يوم الثلاث. طب انا بس نطلع بره المصريات، طلع بره الموضوع. عندنا 30 لعيب هايلين بصراحه. كنت بفكر مكان المدير الفني ازاي ممكن يفكر، ازاي اللعيب ممكن يفكر هو كمان. اصل احنا عندنا ماتش يوم الثلاث الاماريه، ده كاس، فلا يعني طبعا انا هقول الحاجتين. طب هم مش هيكونوا بيتفرجوا، ما حدش اتفرج علينا دلوقتي يا جماعه، وتوطي الصوت في الحته دي دلوقتي تحديدا يعني. اتفضل يا كابتن. لا بص انا برضه عشان ما نبقاش بنكذب يعني، لكن في لو احنا جينا بصينا كده على فرقه ليفربول وحطيناها كده، حضرتك هتحطها زي ما عنديش اي تعرف الاحتياطي؟ احنا ليفربول تعرف الاحتياطي اللي بيقعد؟ انا ليفربول ما عندهمش بديل اصلا، ما عندهمش بدلاء موجود يعني، هم 11 موجودين بالعافيه. اوكي حتى لو عندهم المان سيتي عنده؟ لا المان سيتي ما اعرفش عنده. مان سيتي عنده ولا عندوش؟ عنده. قول لي كده، قول لي الاحتياطي بتاع المان سيتي. لا ما اعرفش المان سيتي يا جماعه، هي كوره كده ما ينفعش. قصه روتيشن والكلام اللي احنا طلعنا بيه بقى لنا سنتين ثلاثه بنتكلم فيه ده الوقت يعني انا عندي ماتش وبعد ثلاث ايام ماتش ثاني، فبغير اثنين ثلاثة عشان اللي اشتغل معاه 90 دقيقة ده مش هيقدر يكمل ال 90 دقيقة الجاية فهيتعور. حلو قوي. فبديله دلوقتي 60 دقيقة وبعد كده بديله 30 دقيقة وبعدين اريحه وبعدين اديله 60 دقيقة وهكذا. لكن قصة الروتيشن اللي هي بالحجم يعني اللي هي كمية كبيرة ونحن نغير، انا مش مقتنع بيها خالص يعني. يعني هل حضرتك يعني تتفق مع اللي بيعمله مستر ريني فايلر ان هو بيريح اللعيبة لما يخرج احمد فتحي علشان هو عارف ان ممكن ما يلعبش مباراتين 180 دقيقة في خلال 3 ايام، ده صح؟ وان هو يريح مثلا لاعب زي حمدي فتحي، ومش معنى ان اليو ديانج لعب مباراة افريقية جاب هدف يبقى يلعب المباراة اللي بعديها، وان كل مباراة ليها رجالتها والكلام الكبير والعريض ده كله، رأي حضرتك فيه ايه؟ هتلاقيه في كام؟ في اضيق الحدود بالظبط. هو ده زي ما حضرتك قلت، اثنين لعيبة اثنين يعني ثلاثة بالكثير قوي. هو ده الشغل الصح. لكن ان انا هشتغل برضه مطلع مصر اتصالات بره عشان انا هعمل عكس اللي انا بقوله دلوقتي ده. القصه كلها الروتيشن بيبقى في الدوري في الـ في الـ في, الـ في الارقام الصغيره. في ناس دايسه وفي ناس موجوده وفي ناس رقم واحد وهم اللي موجودين خلاص. كل ما انت تديهم كل ما الريتم بتاعك بيزيد، كل ما الحفظ بيزيد، كل ما التجانس مع بعض بيزيد. لما بتطلع وبتعمل تغيير كتير قوي بتعمل شقلبه في الفرقه، بتبقى مش يعني مش لطيف، النتيجه ما بتبقاش حلوه. طب كابتن احمد هاخد حضرتك لاخر مباراه الاهلي لعبها امام اسوان، وفوز كبير جدا للاهلي 5-1، ومباراه قادمه مباراه الزمالك وتوقف دولي. نبدا الاول بمباراه اسوان، وازاي تابعت حضرتك مباراه اسوان وفوز الاهلي الكبير 5-1، وللاهلي كان مفتقده الموسم الماضي ان هو يفوز سواء على ملعبه او خارج ملعبه بنتيجه كبيره. فراي حضرتك ايه في اسوان وصعودها ايضا للدوري الممتاز، وهل النتيجه نتيجة طبيعية ولا مستوى أسوان هو اللي فرض على الأهلي إنه يفوز 5؟ دي حاجة من الحاجات، ده رقم واحد. ولكن طبعا عندهم جهاز محترم برضو، كابتن مجدي طبعا، مجدي وكابتن صاروخ، ويعني بصراحة برضو ربنا يكرمهم. طبعا بيقاسوا طبعا يعني دوري لازم يبقى معاك فلوس عشان تقدر تقف وتروح في حتة كويسة، مش معاك فلوس هتنزل خلاص الموضوع منتهي يعني. الأهلي أنا شايفه إن هو بيلعب أسهل، بيلعب أسرع، بيوصل للجون اسرع من السنه اللي فاتت، فعشان كده هتلاقي فيه اهداف كتيره. ومش الماتش ده، كل الماتش لانه بيلعبوا اسهل، بيلعبوا لقدام على طول. الراجل لا الراجل مطور في شغل الاهلي كتير. طيب ماتش الزمالك يا كابتن والتوقف الدولي اللي احنا موجودين فيه ده، هل حضرتك شايف التوقف ده هيفيد النادي الاهلي ويفيد المدير الفني يقف على اللعيبه ويشوف الاصابات و المجهود البدني والاجهاد والماتشات كلها ورا بعض ويعرف يرتب اوراقه قبل مباراه مهمه، ولا حضرتك شايف ان كان الافضل ان مباراه الزمالك تتلعب قبل التوقف الدولي علشان يكمل سلسله مبارياته وانتصاراته ونشوه الفوز والفرح اللي احنا مكملين فيها؟ اكيد سيناريوهات كثيره جدا ممكن تعدي على دماغ المدير الفني، بما ان حضرتك واحد من المدربين فاكيد ممكن تقول لي بقى وتفسر لي. لا انا شايف ان لو كان اتلعب يعني على طول كان هيبقى افيد للنادي الاهلي. الـ 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 التوقف الوقت ده في صالح الزمالك مش في صالح الاهلي. هو اللي كان عنده مشاكل، هو اللي عنده دروبات، هو اللي عنده
مش بيفوز باخر مباراه غير زي الاهلي، لكن برضو في الاول في الاخر الاهلي كان عنده برضو شويه حاجات برضو هيصلحها في الفتره دي. يعني برضو الاصابات، برضو ان في ناس زي ما انت قلت كده على احمد فتحي مثلا كبار في السن فمش هيقدر يديهم ورا بعض، ده لازم برضو الراجل ده واضح انه وقف، واضح ان كمان الجهاز اللي معاه برضو كابتن سيد وكابتن سامي برضو موصلين له ان الناس دي برضو لو خدت في اوقات قليله ممكن تتعور مننا، ممكن تبقى برضو بعدين هو شايف يا كابتن كمان غير كابتن سيد وكابتن سامي، اعتقد ان هو شايف وعارف الحاله البدنيه لكل لاعب موجود عامله ازاي والقياسات الفنيه اللي بيعملوها والبدنيه اللي في الملعب. الناس دي بتشتغل صح، بتيجي اول يوم تعمل قياسات على كل حاجه، على العضله حتى بتاعه اللعيب، تعرف ده هيستحمل، ما فيش حد ان كله كده يخش الجيم كله يضرب 10 على 10 كيلو او لا، كل واحد وليه شغله. فالناس دي اكيد بتيجي بتشتغل بتعمل قياسات في اول يوم، تشوف انت فين في الكفرنج بتاعك، فين هيوصل لفين، انت محتاج ولا مش محتاج بدني، انت محتاج قوه ولا مش محتاج، العضله دي محتاجه ولا مش عضله. فالناس دي بتشتغل صح، فاكيد هو زي ما حضرتك بتقول ان هو عارف وواضح من النتيجه وواضح من الاداء كمان يعني. طيب يا كابتن، مباراه الزمالك اللي جايه حضرتك شايفها ازاي؟ هل المباراه هتكون مشابهه لمباراه السوبر الاخيره اللي الاهلي فاز بيها ب3-2، ولا مباراه تكون مختلفه؟ وانا دايما لما بسال احد النجوم اللي بيكونوا موجودين او كل النجوم اللي بيكونوا موجودين راي حضرتك ايه في او تتوقع ايه، يقول لي مباراه خارج التوقعات، مالهاش توقعات ابدا، والكلام حضرتك عارف الحاله الفنيه للعيبه بتكون هي المؤشر الحقيقي لنتيجه المباراه. هل الكلام ده صحيح، ولا ممكن نقول ان الحاله الفنيه والاستقرار الاداري والفني اللي موجود في النادي الاهلي ممكن يدي غلبه شويه عن الزمالك والحاله اللي موجود فيها في الفتره الحاليه؟ ده الحمد لله بيبقى في النادي الاهلي على طول، يعني تمام. قصه الـ يعني الهدوء في النادي الاهلي ده بيدي حتى في هدوء بين الجمهور، هدوء في بين اللعيبه في الاوضه، بيبقى الموضوع اهدى شويه عند النادي الاهلي. ولكن جوه الجيم ما تقدرش تقول مين اللي هيكسب، لان الماتش ده ما بيبقاش ليه متوقعات. لكن اللي اقدر اقوله ان الاهلي كسب الماتش اللي فات بين المساحه بتاعت نص الملعب والسردباك بتوع الزمالك، يعني المساحه دي لو قدرنا نشتغل عليها في الخطوط زي ما اشتغل عليها حسين شويه وقفشه شويه لما اشتغلوا بين من بعد طارق كده لغايه السردباكات بتاعتهم، الحته دي عندهم مشكله كبيره جدا الزمالك فيها. لو قدرنا نشتغل في الحته دي وبعدين نخرج على بره على رمضان وعلى حسين بره، الموضوع هيبقى سهل جدا تكسب ان شاء الله. يعني مباراه ممكن تكون تاكيد لفايلر ان هو ياكد لجمهور النادي الاهلي ان هو فاز على نادي الزمالك في المباراه الاولى، وهو كان يعني طبق فكره التكتيكي والفني على المباراه، ولا يعني زي ما حضرتك عارف ممكن يقول لك دي مباراه اولانيه ممكن تكون حظ الاهلي كان عالي على الزمالك، فهل المباراه دي هتكون تاكيد لمستر ريني فايلر عشان يطبق فكره والتكتيك اللي هو دايما بيلعب بيه في المباراه دي، ولا مباراه دوري غير يا كابتن حسابات مباراه سوبر من مباراه واحده ومباراه بطوله؟ لا اكيد ده هياكد برضو ان الراجل شغال صح وشغال في الاتجاه المظبوط. بس اللي احنا شفناه شويه ان كان الشوط الثاني بتاع نادي الزمالك شفنا الحاله البدنيه بتاعت نادي الاهلي شويه عندنا اصابتين يا كابتن، بس متولي وياسر، هل حضرتك شايف ان لو كان واحد منهم اتصاب كان ممكن النتيجه تفضل زي ما هي، ولا ده ملوش علاقه؟ يعني ملوش علاقه. هو طبعا الحته دي كانت طبعا عشان اتنين خرجوا سردباكات في نفس يعني في نفس الماتش، ده طبعا بيعمل لك لخبطه، لو انا حصل معايا الكلام ده طبعا هيعمل لي لخبطه كبيره جدا، خصوصا ان احنا لما بنيجي نقعد حد بره ما بنقعدش سردباكات بره غير واحد، يعني لما يعني قعد حد احتياطي بيبقى واحد. وده اللي حصل، حتى محمد هاني هو اللي اشتغل. محمد هاني هو اللي اشتغل تمام. فطبعا حصل لك دروب في الموضوع ده، ولكن انا بتكلم في الحته البدنيه الجري، يعني الجري قل جدا في الشوط الثاني، وده اللي خلى ان النتيجه تقرب شويه. طبعا ضربات جزاء لكن كان في بطء شويه في الحته اللي تحت من حمدي، لكن بسم الله ما شاء الله شغال كويس جدا في حته الديفندر، بصراحه حاجه محترمه جدا. لكن وفي كل لعيب ما يقدرش يشتغل هنا زي هنا. طيب منتخب مصر شايف مباراة بوتسوانا يوم الاثنين ان شاء الله امام منتخب بوتسوانا، مصر وبوتسوانا في مباراة ودية تحت القيادة الفنية الاولى مع الكابتن حسام البدري، شايف الانطلاقة عاملة ازاي يا كابتن؟ والله يعني طبعا ان شاء الله بنتمنى التوفيق طبعا لكابتن حسام وكابتن ايوب وكابتن طارق والمجموعة كلها وكابتن سيد، طبعا نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، وتبقى يعني بدايه موفقه ان شاء الله ليهم. هو لسه ما حطش ايده اكيد على التيم، اكيد هيبقى ليه
اضافات في الفرقه، في ناس ما استدعاهاش، عايز يشوف ناس تانية. زي مين يا كابتن ما استدعوش؟ يعني صلاح ما انا لسه هتكلم معاك واقول لك رايك في عدم وجود محمد صلاح. هل حضرتك شايف ان محمد صلاح هو اللي رفض انه يكون موجود بعد الاحداث الاخيره اللي حصلت في اختيار احسن لاعب في العالم، ولا فعلا محمد صلاح عنده اجهاد ومش هيكون موجود؟ الله يرزقك. مش هسيبك، مش هقولك مش هسيبك، ما اعرفش بصراحه، الله اعلم. بس لا ما اظنش. انا يعني صلاح مش واخد على خاطره شويه؟ مش زعلان كده؟ بص، هو محترف وهو عنده ميزه مش عندنا، ما بيسمعش، ما بيشوفش كتير يعني. بس حتى لما بيخش الفتره الاخيره دي بيسمع. ما هو لو ما كانش سمع بيكتب حاجه وخلاص. انا ما هو لو ما سمعش ما كانش هياخد الاكشن اللي اخده الفتره الاخيره، اللي انا بصراحه يعني زعلان منه جدا ان هو ياخد الاكشن، ان هو يشيل لاعب منتخب مصر من البايوغرافي بتاع يعني حاجه تزعل. بس خلي بالك برضو ان هو يعني مصر ما تدروش برضو، دي حاجه تزعل. لا يا كابتن، اللي حصل ان احنا عندنا دلوقتي صوت صحفي مصري كان موجود، مش بيمثل، انا مش بيمثل مصر، هو صحفي الفيفا اختاره ان هو يقول صوته. ده حاجه هو وصل لمحمد الكلام ده؟ انا بتكلم يا كابتن بشكل عام ساعتها قبل ما يعمل رد فعله. وصل له الكلام ده؟ لا، هو احنا بنتكلم كمان على وصل له الكلام ده مش ما. لا، وانا بتكلم كمان يا كابتن على الناحيه الثانيه، ان منتخب مصر لما الكابتن الفريق والمدير الفني عملوا تصويت وبعتوا، الاتحاد الدولي ما اعتمدش علشان كان في اختلاف في الامضه، ان الدكتور علاء عبد العزيز يعني ما انا بقول لحضرتك تمام. ففي الاول وفي الاخر انا بقول لحضرتك، هل محمد صلاح عدم وجوده، بلاش نقول بقى ان هو اتقمص او ان هو زعلان او ان هو مش موجود، هل حضرتك عدم وجوده مع منتخب مصر ممكن يعني ياثر بعض الشيء بالسلب على الاجواء اللي موجوده داخل المعسكر وعلى الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال الفتره اللي جايه، ولا الموضوع فرصه للكابتن حسام ان هو يجرب بقى اللعيبه اللي موجوده كلها؟ هي الثانيه دي انا شايفها اللي هي الافضل للمنتخب. الماتش مش تقيلش يعني، مش محتاج ان هو يبقى صلاح موجود، عايز يشوف حد تاني في المكان دوت. ودي مشكلتنا دلوقتي، ان احنا محمد صلاح مش فايق، مش هيكسبنا، مفيش تاني، ما ينفعش. صح، ما ينفعش ان احنا نفسنا يا كابتن حتى مش حلوه. يعني لو مفيش صلاح مش هنكسب. يعني تريزيجيه وصلاح الاثنين مش فايقين، خلاص مصر راحت. ده ما ينفعش. احنا يا جماعه احنا اكتر من 100 مليون صح، وناس محترفه كتير. يعني انا مش شايف، يعني مش قادر استوعب الكلام دوت، مش قادر استوعب ان ما عندناش غير ديفندرين. يعني احنا عندنا طب حمد والنني، يعني مفيش غيرهم في مصر بقالهم كام سنه؟ في السوليه، لا في لعيبه كتير، مش يعني انا مش عايز اقول اسامي عشان لا في 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 لا كابتن في عبد العاطي بتاع دجله اسمه تمام. لا في لعيبه كتير، كتير بصراحه. بس ادي احنا بص، كان عندنا مشكله. احنا من سنه 98، انا من 97 انا بلعب في القناه لغايه 2003 لما رحت الاهلي. احنا كان عندنا مشكله في الحته الباك رايت بعد كابتن ابراهيم حسن. كان عندنا مشكلة، كابتن أنور سلامة كان على طول في مشاكل مع كابتن خطيب. أنا عندي ولد صغير اسمه أحمد رضوان، خد وشوفه يعني. كان بيلعب كابتن أحمد حسن، بيجيبه من حتة الديفندر دي بيلعبه باك رايت. طب خد وشوفه يعني. برضه لا، يعني قصة ما تاخد الناس وتشوفها وتجرب. ما هو ده يعني التوقيت ده حلو، صلاح مش موجود وفلان مش موجود، ما تجرب الناس التانية، مش هتخسر حاجة. طيب رايك في محمد صلاح والحمله الاعلانيه الاخيره اللي كل الناس بتتكلم عليها، هل راي حضرتك في الموضوع بشكل عام؟ انا ليا راي، يعني انا ليا راي، بس عايز اعرف راي حضرتك. يعني انا كنت عايز حضرتك، بما ان حضرتك لاعب كره قدم وبالتالي انت عايش حياه لاعب كره القدم، فانا عايز اعرف راي حضرتك ايه في اللي صلاح عمل. طبعا متصدر غلاف مجله جي كيو العالميه، وبالتالي مؤيد ومعارض ومنتقد وغير منتقد، في اللي يقول محمد صلاح عقليه وبيسوق لمصر وبراندنج لمصر من غير فلوس، وفي ناس تقول لا الصوره الذهنيه بقى اللي كان حاططها في صلاح ان هو من الارياف وان هو راجل محافظ وان هو اخلاقيا وسلوكيا، ودخل الحتتين في بعض، فلما شاف صوره صلاح اتصدم وبالنسبه له. مين ده؟ نعم، مين ده؟ انا بقول حضرتك الناس اللي هي بتاع بيقول طبعا بيسال نفسه مين ده. راي حضرتك ايه؟ يعني راي حضرتك في الاحداث الاخيره، هل حضرتك مع محمد بقى في حته ثانيه ثالثه او خمسه عشرة فالموضوع يا جماعه يعني الموضوع مش عمره ما يمشي زي ما احنا فكرنا. الناس اللي هناك دي فكرها مختلف خالص. خلاص، هو الراجل بقى براند تاني، بقى بيتحط على يعني كل الناس عايزه تعمل معاه اعلانات.
فأنا واحد من الناس انا بحبه يعني على كل اللي هو فيه. يعني حضرتك شايف ان مفيش فيها اي مشكله؟ انا مش شايف المشكله. ده براند دلوقتي، ده حاجه كبيره كده يعني. احنا المفروض كمان نبدا كمان احنا كمان نزق فيه ونكبر فيه ونشيله كمان يعني. اكيد ليه اخطائه، اكيد ليه حاجات مش يعني احنا صح. هو مش نبي ولا معصوم من الخطا. صح، يعني هو مش نبي وهو مش الشيخ يعني، مش الشيخ محمد صلاح يعني. فطبيعي ان هو يبقى ليه فلتات يعني. صح. فاحنا دي مشكلتنا، ان احنا بنحط تريكا لو عمل حاجه احنا ايه ده، ما هو تريكا ده ما هو بني ادم يعني، ممكن يغلط عادي يعني. فلا انا مش شايف ان هو مفيش مشكله خالص، وانا بتمنى له التوفيق وربنا يكرمه، وانا بحبه يعني. وانا كابتن بتمنى لحضرتك التوفيق حبيبي والنجاح دايما ان شاء الله، والحلقه اللي جايه واللي بعديها واللي بعديها نبارك لحضرتك على صعودك ان شاء الله لممتاز به. حضرتك كادر محترم وتستاهل كل خير. والله كابتن احمد انا اتشرفت بيك، وانا عايز بس اشكرك واشكر جمهور النادي الاهلي واشكر كل القائمين على القناه. ربنا يخليك كابتن احمد، بشكرك شكرا جزيلا. دي كانت نهايه فقره الحواريه الاولى مع الكابتن احمد رضوان نجم نادي الاهلي، وكلامه عن مباراة الأهلي والزمالك ومشوار الأهلي بشكل عام في الفترة اللي جاية. لسه كلامنا مستمر في لقاء القمة القادم إن شاء الله. أكيد هنتكلم عن ملف منتخب مصر، وأيضا عن محمد صلاح لاعبنا المصري في الفقرة الحوارية الثانية مع الإذاعي الكبير الأستاذ سمير حسين، ولكن بعد الفاصل خليكم معنا. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم في الفقره الحواريه الثانيه مع الاذاعي الكبير الاستاذ سمير حسين. سمير برحب بحضرتك. اهلا بيك يا زلمه، منور. اهلا بيك، ده بنورك. ربنا يخلي حضرتك يا رب. نور الاهلي كله. ربنا يخلي حضرتك يا رب، دايما بتنورنا وبتشرفنا. لكن طبعا في البدايه عايز اعرف راي حضرتك في حفل تتويج النادي الاهلي بالدرع رقم 41. اكيد حفله ليها بعض الامور الايجابيه النفسيه للاعبي النادي الاهلي طبعًا. اللي كان يعني موجود فيها لاعبي منتخب مصر الاول ولاعبي المنتخب الاولمبي، عشان كله يكون اسره واحده، واستكمالا لعائله الاهلي مش بس كاعضاء، ولا ده كمان اللعيبه كلها كانت موجوده وحضور مجلس الاداره قبل مباراه مهمه. عايز اعرف راي حضرتك في الحفله وتوقيت الحفله. لو توقيت متاخر مش قبل، مش طيب، لان انت لما تكسب حاجه المفروض تحس بحلاوتها على طول في وقتها، زي ما حصل في انجلترا كده في الدوري الانجليزي ما خدوا الدرع على طول ده في ساعتها. انت عارف حضرتك عملوا ايه في انجلترا في اخر ماتش؟ يعني حضرتك عارف ان كان مانشستر سيتي وليفربول هم عملوا كاسين وميداليه هنا وميداليه هنا، علشان نادرا لما بيحصل ماتش في النهايه بيكون حاسم، بيكون البلدين بعاد عن بعض. فهم كانوا على طول بيعملوا كاس واحد، وبيقولوا ان الطياره الهليكوبتر هتروح الملعب ده تسلم. فالمسافتين كانوا بعاد جدا ما بين الماتش اللي بتقام فيه ماتش ليفربول والماتش اللي كان بيقام فيه مانشستر سيتي. فهم عملوا كاسين. ايوه فده انجلترا بقى، احنا خلينا في مصر. هي حلاوتها في انك انت لما تلعب عرقك بتاخد المكسب على طول، وتاخد زي كاس مصر مش استلموا الكاس في الملعب طبعًا. زي السوبر استلموا الكاس في الملعب. الدوري الاهلي اتاخر ان هو ياخده، بس هو المناسبه بقى جت لصالح الاهلي ان جايه له قبل مباراه كبيره زي مباراه القمه اللي هتتلعب بعد اسبوع من دلوقتي. فجاء الشركه الرائعه عملت الحفله للنادي الاهلي مع بالاشتراك مع اتحاد الكوره. الحفله كانت كويسه طبعا ومناسبه جدا، وخصوصا وجود اللعيبه الدوليين والاولمبيين اللي كانوا موجودين في المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول ولاعيبه النادي الاهلي، وحتى كمان كان فيها يعني فايلر المدرب الجديد شاف مدى اهتمام الجماهير والاعلام واداره النادي الاهلي ولاعيبه الاهلي بمثل هذه البطوله اللي هي تعتبر البطوله المفضله عند النادي الاهلي رقم 41، يعني يفوق عن كل الانديه اللي فازت بالدوري بعده مرات هو لوحده كنادي اهلي. الحفله كانت معموله كويس، والنادي الاهلي حتى شكر الشركه الراعيه على اللي هي عملته. ممكن في انتقادات حصلت بقى بعد كده، يقول لك هو ليه ما تكرمش نادي الزمالك زي ما تكرم النادي الاهلي. يعني ايه يا استاذ سمير تكرم؟ مش فاهم. وانا برضو كنت بتسال هذا السؤال، يعني ما هو نادي الزمالك خد كاسه في قلب الملعب بالظبط، يعني اخده في قلب الملعب، والشركه الراعيه برضو اللي عملته له يعني كان في احتفال وكان فيه وكان فيه وكان فيه، والاهلي خد كاسه في السوبر صح برضه في الملعب. لكن الاهلي حتى كان بيسال اتحاد الكره عده مرات في رسائل رسميه. هو كان فين الدرع؟ هو ليه الدرع ما تسلمش في اخر مباراه؟ كان في اتحاد الكره. طب ليه؟ ليه ما تسلمش بعد مباراه المقاولين او في مباراه الزمالك في نهايه الدوري؟ والاهلي تساءل امتى هنستلم الدرع؟ طب هو ده المفروض ان النادي يتساءل، ولا اتحاد الكره هو اللي يكون محضر الجواب قبل ما حد يسال؟ هو قال لك بقى علشان الفتره الانتقاليه اللي حصلت. درع يعني في فتره انتقاليه مش هيكون في اي مجهود، انت بتسلم نادي الدرع بتاعه.
هو كمان يعني هو الاتحاد الاول مشي مع نهايه بطوله الامم او في نص بطوله الامم كمان مش مع نهايه ده بعد دور 16 ويعني المفروض الاتحاد الجديد اول لما جه في اغسطس كان المفروض يدي النادي الاهلي قبل كاس مصر ما يتلعب النهائي بتاعه يعني كان النادي الاهلي يستلم الدرع بتاعه لان الاهلي حقق الدرع بتاعه في 25/7 او 28/7 كان الدرع بتاعه بقى رسمي لكن هم فضلوا مأجلينها لغايه ما خلوها كده حتى الكلمات ما عجبتش بعض الناس كلمات الاستاذ عمرو الجنايني اللي قال النادي الاهلي فخر الكره المصريه والنادي الاهلي يعني دايما تكونوا كده على طول ما عجبهمش حتى الكلام ده طب ليه يا جماعه ما هو الاهلي والزمالك الزمالك ما خد الكاس واتعملت له حفله والنادي الاهلي اهو خد الدوري واتعمل له حفله ما فيهاش اي حاجه يعني ما ودي حاجه عاديه جدا وبعدين الكلام اللي بيتقال للنادي الاهلي ما بيتقالش ليه زلفا كده او نفاق بص يا استاذ سمير انا عندي حضرتك كده يعني وجهه نظر النادي الاهلي دايما احنا مش بنبص غير قدامنا مش بنبص تحتنا ولا بنبص تحتنا تمام احنا دايما مركزين وشايفين قدامنا ايه علشان كده هو ده اللي مخلي النادي الاهلي ان هو ناجح ان هو رقم واحد في مصر وافريقيا لكن ان انت تشغل نفسك بغير اللي انت موجود فيه زي ما الكابتن خطيب قال ده مش هيشفيه ربنا طبعا يشفيه ويعافيه طبعا ويعوم بالسلامه ده مش هيقدمك خطوه طبعا طول ما انت مشغول بغير نفسك هياخرك كتير جدا جدا زي واحد بيسابق واحد كل همه انه يبص وراه ويشوف حصلني ولا لا هو بيخسر السبق تمام انت عشان كده السبق على فكره بتاع الاولمبياد طبعا لو لعيب بصه كده هو الصغيره مع على اللعيبه اللي جنبه بيخسر على طبعا طبعا فعشان كده بقول لحضرتك ان دايما النادي الاهلي وجمهوره بنركز ومش بنجيب سيره اي حد احنا مركزين في لعيبتنا ومركزين في اخبارنا ومركزين في احوالنا لكن زي ما حضرتك قلت بعد الانتقادات تم توجيهها للاستاذ عمرو الجاني رئيس اتحاد كره القدم ان هو قال الجمل اللي قالها يعني طبيعي جدا يعني طب هقول لك على حاجه ثانيه علشان بس ايه نربط المواضيع ببعضيها كابتن احمد حسن او كابتن محمد شوقي لما تم اختيارهم لحفل القرعه دوري ابطال افريقيا الكونفدراليه هم كابتن محمد شوقي لعب في المصري ولعب في الاهلي اتكلم على مين مش اتكلم على الاهلي طيب ليه اتكلم على الاهلي عشان الاكثر حصولا على البطوله واخد بطوله اخد وهو بطولة هو حصل بطولات افريقيا مع الاهلي كابتن احمد حسن مش لعب اهلي وزمالك طيب هو اتكلم على الاهلي ليه في بطوله 2008 عشان برضه حصل معاه على بطولات افريقيا والسوبر والحاجات دي طيب هم ما حصلوش عليها مع نادي الزمالك وبالتالي حتى اختيار النجوم بيكون من الكاف الكاف هو اللي بيختار طبعا الكاف شايف ان اثنين بقيمه كابتن محمد شوقي وكابتن احمد حسن يكونوا وقبل كده مع عماد متعب في طبعا وكابتن حازم امام تم اختياره احنا عارفين اجابات والله يا استاذ عمر انا عايز اقول لك حاجه احنا اتعلمنا رياضه او رياضه اتوجدت اساسا علشان تعلم الكل سواء اللي بيلعب او اللي بيشجع اللي بيلعب او بيشجع ان هو يبقى عنده روح رياضيه تمام هي دي الرياضه الروح الرياضيه اهم شيء في الموضوع تتهزم تفوز يبقى عندك روح رياضيه صح بتشجع لفريق او لاعب بيفوز او يتهزم يكون عندك روح رياضيه دي ده المعنى الاسمى للرياضه في الاساس يعني لكن كن بقى نقعد نتكلم كلمه اشمعنى وليه وانت اللي بتاخد بطولات كتير وانا باخد بطولات اقل دي مالهاش دعوه ده البطولات دي قدرات رياضيه زي الطالب اللي بيخش الجامعه او بيخش مسابقات علميه او حاجه دي قدراته هي اللي بتفرق ده عن ده ما بتزعلش يعني ما تزعلش ده من ده وبعدين احنا الرياضه منافسه مش صراع مش يعني هي منافسه مش خصومه كمان مش صراع محدش ما الصراع يعني بيعمل خصومه صح لكن المنافسه ما تعملش المنافسه بتكون شريفه حتى ربنا قال في القران فلا يتنافس المتنافسون صح صح لكن حفله حضرتك تم تتويج فيها النادي الاهلي واحتفال كبير وخلاص 24 ساعه وكل واحد خلاص راح لحاله اللي راح للمنتخب والاول اللي راح المنتخب الاولمبي اللي رجع تاني للنادي الاهلي هل حضرتك شايف ان دي تعطي يعني تدي دفعه قويه للاعبي النادي الاهلي قبل مباراه مهمه طبعا مباراه الزمالك وهنتكلم فيها ونستفيد لكن وقتها مهم بالنسبه للدفعه الفنيه للعيبه والمعنويه قبل مباراه الزمالك طبعا طبعا مفيده جدا للنادي الاهلي في لعيبه النادي الاهلي في ان هم استطاعوا يستفيدوا ان هم يجي لهم دفعه معنويه عاليه من خلال الحفله دي خاصة اللي هم في المنتخب خرجوا من المنتخب عشان يحضروا هذا الحفل اللي هم حضروه عشان يشوفوا مدى الفرحة الكبيرة لزملائهم والإدارتهم والجماهيرهم وإعلامهم اللي كان موجود معاهم أو حتى الإعلام المحايد اللي هو جاي يغطي الحدث والشركة الراعية واتحاد الكرة نفسه فكل الناس جاية بتشجعك فدي بتديه طبعا روح معنوية عالية في إنك أنت تلعب مباراة كويسة بس أنا خايف من هذه المباراة يا كابتن عمر طيب ليه حضرتك خايف؟ ده مبدئيا عشان قبل بس ما نتكلم عليها فنيا اشمعنى حضرتك خايف ان المباراه
رقم 4 مش عشان هيلعب الزمالك. طيب خايف انا ليه؟ خايف لان الاهلي حقق 6 فوز مره واحده ورا بعض مع بايلر ومفيش حد في الرياضه بيفوز على طول. طيب هقول لحضرتك على حاجه تانية. راي حضرتك الاول في القرعه ان هي ما تكونش موجهه وان هي يعني ان انت تلعب الزمالك في ربع اسبوع، هل حضرتك شايف ان دي يعني فيها نوع من انواع الشفافيه وفيها نوع من انواع تكافؤ الفرص للاهلي والزمالك علشان خاطر يبقى الموضوع ماشي بانسيابيه، سواء الاهلي بقى 3 ماتشات لعب سموحه والانتاج واسوان، الزمالك لعب 3 ماتشات هو كمان، هل حضرتك شايف القرعه يعني بحد ذاتها بنفسها شيء ايجابي ولا حضرتك شايف ان ربع اسبوع ده شيء سلبي اصلا؟ لا ايجابي. ده رقم واحد. بالنسبه لي انا ايجابي. طب ليه ايجابي؟ ايجابي لانك انت ما بتعملش صراع كده من اولها او منافسه تشد من اولها، لان احنا لو لعبنا المباراه دي في الاسبوع الاخير او قبل الاخير خلاص بتبقى ممكن يكون الثلاث نقط هم دولت زي ما حصل الموسم قبل كده، حصل قبل كده ان الثلاث نقط دول هم المهمين اللي هيفوز هو اللي هياخد الدوري مثلا يعني. بتكهرب الدنيا وبتكهرب الاجواء والدنيا تبقى مشدوده ويطلع بقى تصريحات من هنا وتصريحات من هنا وكلام من هنا وكلام من هنا واللعيبه متوتره وثلاث نقط دول هيجيبوا البطوله وما كنتش هتعمل كذا. لا دلوقتي بتبقى مباراه عاديه، مباراه عاديه حتى يمكن يتمتع بالاداء بتاعهم. طيب حضرتك ليه خايف من المباراه؟ حضرتك قلت لي ما حدش في الرياضه بيكسب على طول، لكن في الرياضه متعودين ان الاجهز والاحسن بيكسب. ماشي. ودايما حتى دي ما تغطيش على دي؟ ماتش الاهلي والزمالك دايما ما بيعتمدش على الاجهز. بس شفنا الماتش الاخير بتاع الاهلي والزمالك في السوبر. طب اقول لك حاجه تانية، هل ان الكلمه دي مش ممكن تتغير في السنين الاخيره بما ان احنا في عصر التكنولوجيا وعصر الـ كل حاجه حديثه، هل حضرتك شايف ان فعلا ان الاحسن واللي عنده استقرار فني واداري احسن هو ده اللي بيفوز ايا كان الحاله اللي موجود فيها في يوم المباراه؟ طب ما هو لو 10 سنين الاخيره دي الاهلي متفوق على الزمالك. طيب ما انا ده اللي انا بتكلم فيه. متفوق عليه تفوق كامل يعني، ما هو اللي بيفوز دايما. طب هل الاهلي في العشر سنين دول ما كانش الاحسن فنيا وفاز كده في مباراه صدفه؟ ممكن تكون في مباراه لكن الاهلي احسن. الاهلي احسن، فمعنى كده ان احنا الاهلي متفوق دايما ويمكن التفوق بتاع الاهلي ده بيخلي لعيبه الزمالك بتنزل وهي حاسه ان هي الاهلي متفوق عليه. يعني لحد دلوقتي كمان مستمر ممكن الموضوع. زي ما اتنين ملاكمين بيقابلوا بعض هو عارف ان هو متفوق عليه فعارف ان هو ممكن هيتغلب بس ممكن ياجلها من جولتين لثلاثه لخمسه ل 15 جوله ما لم تكن في اضيق. طب كنت حضرتك متوقع الاداء الاول لمستر ريني فايلر في اول مباراه ليه امام نادي الزمالك؟ لا طبعا فاجئني فاجئني، وهو ده اللي انا حسيته ان كان في شغل معمول ان مباراه الاهلي مع كانو سبورت ما يتزعش على الهواء او ما تزعش دلوقتي لحد بعد ماتش الزمالك كاعلامي عرفتها كاعلامي. طيب لان ده من ضمن التكتيكات الموجوده علشان اقدر افاجئ خصمي بان لان ما حدش يعرف مين فايلر. فاز بره 2-0 لكن برضه ما اعرفش هو هيعمل ايه، وعشان كده بيقولوا ان مصطفى فتحي بيجهزه ميتشو للاهلي. ما الاهلي عارف مصطفى فتحي لكن هو بالنسبه له ورقه جديده بالنسبه ليه. طب ما هو برضه مستر فايلر عنده ورق كتير جدا وممكن يفاجئ الزمالك. اما فاجئهم بالاداء هم ما كانوش حاسين ان الاهلي هيلعب كده او هيعمل كده، وانه خد دوري فاز في ماتش افريقي وغير الراجل بتاعه في الكاس عشان اتغلب في الكاس، لكن هم غالبين في الكاس النهائي وهيلعبوا مع الاهلي وهيكسبوه. وحتى رئيس النادي قال ان ابواب جهنم هتتفتح على الاهلي في الماتش ده لان مش هيقدروا على الزمالك، لكن حصل العكس. ايه العكس ده بقى؟ الاداء. طب ازاي مستر فايلر هيلعب الزمالك الماتش اللي جاي؟ هل بنفس الطريقه ونفس الاسلوب وبالتالي اللي بيفرض اسلوبه على التاني هو ده اللي بيقدر يفوز ولا الموضوع هيختلف؟ بنفس عقله بتكتيك اخر. عقله اللي بيفكر. مستر فايلر مش مجرد مدرب، هو راجل زي ما قال الله يشفيه دكتور طه اسماعيل وده رمز من رموز الكره في مصر كلها، قال ده راجل صنايعي. تفرق عن المدرب اللي بيبقى واقف بره ويعمل كذا وهات كذا، ده صنايعي يعني. احنا بنسمع وبنشوف حتى كمان ساعات في قناه الاهلي وهو ماسك الصفاره بيوقف اللعب اثناء ما بيلعبوا اللعيبه، لا اعمل كذا، لا الجمله تكون كذا، بيحفظهم جمل تكتيكيه شفناها في المباريات اللي اتلعبت، في جمل تكتيكيه جديده اتعملت. النادي الاهلي لابس فانيلا جديده واداء جديد، اتنين مع بعض لبسهم النادي الاهلي عامله له شكل تاني غير الاهلي اللي كان موجود قبل كده.
طيب هل حضرتك شايف ان جمهور الاهلي لما يقول على المجموعه الافريقيه ان مبسوط ان احنا نكون في مجموعه قويه علشان نقدر نطلع منها وان احنا واثقين في مستوانا وواثقين في نتائجنا ان شاء الله واثقين في تصدرنا للمجموعه اللي ان شاء الله هم عندهم امل كبير جدا ان هم يفوزوا مع السرفايلر ببطوله افريقيا، هل حضرتك شايف ان ده ثقه في المدرب اللي موجود ولا الجمهور الاهلي عايز يطمن شويتين ثلاثه قبل ما يروح ل الادوار الاقصائيه من بطوله الدوري ابطال افريقيا؟ هو معايا مجموعه كده كتيره برضو اهلاويه وزملكاويه على التواصل الاجتماعي. الاهلاويه اللي بيحبوا الاهلي قوي كمان يعني. خلي بالك اللي بيحب واحد قوي بيخاف. ده حقيقه. بيخاف والله من اي حاجه تحصل. فبعد ست ماتشات دول كمان تحديدا عندهم خوف ان لعيبه النادي الاهلي تشعر مع نفسها انها خلاص بتفوز. لا بس لا ما اعتقدش ان ده هم بيخافوا من كده. ما اعتقدش هم بيخافوا ان لعيبه اللاعب نفسه يعني مثلا فايرا عمره ما هيقول لهم انت هتفوز وكده. لا بالاداء طبعا بس بعد ماتش اسوان الاهلي فاز 5 لا غير راح. ما هو عشان كده قلت لك فايرا بيلعب بعقله. هو لعب ماتش اسوان بنفس الطريقه اللي كان بيلعبها الماتشات اللي قبل كده ولا الانتاج ولا سموحه ولا لدرجه كان بيلعب درجه 45 درجه حراره مئويه وفي العصر يعني مش بالليل حتى كمان ولا اضواء ولجنه المسابقات قالت له تلعب بعد 72 اقل من 72 ساعه لو حسبت ماتش الانتاج لماتش اسوان اقل من 72 ساعه وسفر يعني اي نادي تاني ممكن يقول لك لا مش هروح مش هلعب لكن هو استخدم ال 90 دقيقه بشكل تاني معين غير اللي استخدمه في الانتاج ومع سموحه واخد بالك وجاب 5 اهداف فعشان كده بقول لك مستر فايرا بيستخدم عقله فانا ممكن اكتشف فيه تكتيك جديد ممكن يعمله في الماتش الجاي علشان ان الزمالك لسه كان بيلعبه من شهر فالزمالك عارفه او عارف هو هيعمل ايه اعتقد ان هو هيعمل حاجه ثانيه هيفاجئ بيها الزمالك. الزمالك مثلا عنده ورقه مصطفى فتحي او ممكن يلعب المغاربه او ممكن الفريق مثلا يتنشط بحاجه ثانيه لكن اعتقادي هو هيستخدم تكتيك ثاني. التطور الهجومي اللي موجود في نادي الاهلي دلوقتي وغزاره الاهداف اللي بنشوفها عكس ما كناش بنشوفها الموسم الماضي كنا بنشوف الاهلي بيفوز 1 أو 2 يعني اكتر حاجه الاهلي وصل لها 3 لكن الاهلي بسم الله ما شاء الله بيفوز 1 و4 و5 هل حضرتك شايف ان بنفس اللعيبه اللي موجود هيحصل تطور كبير جدا لخط الهجوم بالكامل واللعيبه اللي جايه من تحت وان كله بيجيب اهداف مساك يجيب اهداف نص ملعب يجيب اهداف مهاجمين يجيبوا اهداف اطراف يجيبوا اهداف هل حضرتك شايف ليها تفسير معين؟ والله التفسير اللي انت ممكن تشوفه يا كابتن عمر ان لعيبه الاهلي تطورت وهو ده اللي بيخلي الناس تطمن شويه يعني اجاييه في الموسم اللي فات مش هو ده دلوقتي حاجه تانية خالص اجاييه. هل اجاييه ما كانش مقتنع بالمدير الفني اللي كان موجود؟ يجوز او هو كان موظفه غلط. او هو كان موظفه غلط. مين يعني ايه الاكتر؟ هل هو كان تم توظيفه غلط؟ ممكن. ولا هو اجاييه ما كانش مبسوط وبالتالي العامل النفسي لاعب كره القدم لازم يكون موجود طبعا وصافي علشان حضرتك عارف ان لاعب كره القدم ذهنه لما يكون صافي يبدع في الملعب طبعا زي حسين الشحات برضه حسين الشحات بقى حاجه ثانيه برضه ما تقدرش تستغنى عنه ابدا يعني لكن انت مثلا الموسم اللي فات كنت تقول ممكن يخرج بقى حسين الشحات ننزل حد ثاني لكن حسين الشحات بقى مثبت اقدامه في الفريق اجاييه بيعرف ازاي يتصرف ويسدد ويجيب اجوال اجاييه كل مباراه تقريبا ليه جول حسين الشحات نفس الحكايه رمضان صبحي ان احنا كنا دايما نقول احنا عايزين رمضان يبقى في خدمه الفريق مش في خدمه نفسه ان هو مهاري على اعلى مستوى من المهاره لكن عايزينه بقى يخدم الفريق بقى دلوقتي رمضان صبحي حاجه تانية خالص يبقى اذا فايلر غير من وطور من اداء اللعيبه وهو ده الشكل الجديد اللي جمهور الاهلي حبه في فايلر اللي هو ما حدش كان يعرفه مين فايلر الجمهور نفسه ما كانش عارفه لدرجه ان البعض بدا قبل الراجل ما يبدا يشككوا فيه ويشككوا في وجوده ان هو مدرب رقمه 600 وشويه على العالم في المدربين وغيره رقمه 60 ولا رقمه 50 ودوت لا مستواه اقل لكن الراجل اثبت وجوده ان هو راجل بيشتغل وصنايعي بيطور اللعيبه بفيدهم واهم حاجه في لعيب الكوره بقى يا كابتن عمر وانت لعيب كوره ان اللعيب يتطور يتغير ما بقاش هو نفس السيستم بتاعه والنظام بتاعه في اللعب. هل حضرتك شايف سياسه التدوير اللي مستر فايلر بيقوم بيها في الوقت الحالي؟ انا سالت الكابتن احمد رضوان قبل حضرتك لكن حابب اعرف راي حضرتك كمان. سياسه التدوير هل حضرتك معاها ولا ضدها؟ لا معاها لان هو برضه بيستخدمها بعقله مش بيستخدمها كده مجرد انا بغير لعيبه ده بيستخدم التدوير في شكل التكتيك المعين اللي هو بيستخدمه حتى كمان ديانج ما لعبش غير ماتشين ماتش ونص يعني او ماتش وربع
لكن كان ليه فعاليه. وهل ديانج زعلان؟ مش زعلان. لا طبعا مش زعلان، لان عارف ان في دور تكتيكي بيتلعب بيه في وقت معين. فاللعيبه عارفه نفسها من الحكايه، حكايه التدوير بمجرد هم عندهم احساس ان هم مستنفرين دايما. هتلعب امتى ما تعرفش. هل شايف حلو؟ طيب هل شايف ان ان ان, إن اللاعب نفسه لما يكون متقبل قرار زي ده، وان هو حتى لو تالق وجاب هدف بس لازم يكون في احترام لكلام المدير الفني واحترام لزملائه، وان وجهه نظر المدير الفني هي اللي في الاخر اللي بتمشي، هل حضرتك شايف ان دي حاجه تتحسب للمدير الفني وتتحسب للعيبه في نفس الوقت؟ طبعا تتحسب. لان يمكن احنا مش شايفين لغه انا ليه ما بلعبش؟ انا هفضل قاعد كده؟ انا عايز العب. انا ليه ما هروح اشوف نادي تاني؟ او انا مش عايزين يسيبوني. مفيش اللغه دي موجوده. ما بقول لك اعمل لهم استنفار. استنفار يعني في اي لحظه، زي الجندي اللي انت مقعده بره وتعمله تعبئه في اي لحظه، مستنفره في اي لحظه، هستدعيك في اي لحظه هتيجي عشان تلعب. وهو جاي مش جاي من فراغ، ده جاي كمان مستعد. هيأدي دوره ازاي وتكتيكه ازاي، لانه اتدرب عليه وبيتدرب في كل تدريباته على هذا الوضع. يعني اللعيبه كلها كان انت بتلعب ب 30 لاعب في الماتش الواحد. مجموعه افريقيا تاني، عايز ارجع للسؤال وعايز اعرف راي حضرتك، هل مجموعه افريقيا القويه ممكن تكون زياده تاكيد للجمهور الاهلاوي على مدى قوه النادي الاهلي، او 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 مدى تطبيق فكر مستر ريني فايلر في المجموعه الافريقيه، ومشوار النادي الاهلي ممكن يكون عامل ازاي في بطوله افريقيا الموسم ده؟ انت عارف معانا فرقتين العربيه، الفرقتين العربيين دولت مش سهل. طبعا طبعا ده احنا لعبنا الهلال 6 مرات في افريقيا. احنا فزنا مرتين وهما فازوا مرتين وتعادلنا مرتين. بس احنا خدنا منهم بطوله سنه 87 كابتن الخطيب اللي جاب فيها جول، وخدنا البطوله الثانيه ساعتها. فريق مش سهل. بالرغم ان انت ممكن تقول مستوى السنه دي مش قوي قوي، لكن اللقاء العربي بيفرق. النجم الساحلي مش قوي برضه دلوقتي حاليا، وما بيلعبش على ملعبه على فكره، ملعبه في صيانه، بيلعب اما في المانستير او بيلعب في الرادس. لكن هيفضل النجم الساحلي. اخر مباراه في افريقيا غلبناه 6 صح، لكن مش هو ده المعول اللي هنعول عليه، ان احنا نقول ان احنا هنغلب النجم الساحلي وهنغلب الهلال. والله بص يا كابتن عمر، هو لازم تجتهد وتتعب عشان تحقق اللي انت عايزه. يعني حضرتك شايف برضو ان مجموعه الاهلي شغل، عايزه شغل قوية، فتبين مدى المستوى الفني اللي موجود فيه ريني فايلر المدير الفني للاهلي. حلاوتها انهم قريبين مننا في الطيران، يعني صح مش بعيد، ما عدا زيمبابوي، يعني بنانتونيو هو في زيمبابوي، يعني رحله ممكن دي برضو على طول توصل لها على طول. مش عارف اتحاد افريقيا اللي اختارها لنا ولا ايه، عشان بيقولوا دايما كده يعني اتحاد افريقيا بيختار الحاجات السهله للاهلي. مجموعه الفرق الاخرى مجموعات سهله، انا مش عايز اقول لا الثالثه والرابعه صعبه. انا بتكلم على يعني المجموعه الاولى بس هي مسافات. ايش مسافات؟ طيب ما انت ما بتاخدش كل حاجه انت عايزها، يعني هي القرعه جابت لك كده، وانت في نفس الوقت اللي عايز يكسب اللي عايز يكسب بيشتغل ويتحمل اي صعاب موجود. كان في طيارات خاصه بتروح وتيجي على طول، يعني ما بتخسرش يعني. اللي عاوز يكسب يوفر كل حاجه ويقدر يكسب. شايف المنافسه في افريقيا هتبقى شكلها عامل ازاي قبل ما اروح للدوري؟ منافسه الدوري، منافسه افريقيا صعبه. كل موسم بتكون اصعب من اللي قبليه. يعني الزمالك ان شاء الله ما يوصل لل ان شاء الله طبعا دور ال 16 هيبقى عندك 9 عرب في دور ال 16. 9 عرب. احنا في 3 عندنا في المجموعه بتاعتنا، وتقريبا المجموعه الرابعه 3 برضه. 3 عرب هنا 3 عرب هنا. يعني ده الماتش بتاع دور الثمانيه ده هيبقى صعب قوي. انا نفسي الاقابل صن داونز. تفتكر ممكن؟ نفسي يطلع تاني برضه. يعني مش بس حضرتك، ده احنا كلنا نفسنا نلعب صن داونز. عايزين نعمله تاني عشان نقول ان بس نلعبه في النهائي بقى. يلعبوا في النهائي لو ينفع، يعني انا يعني لو ينفع برضه النهائي مش مشكله. النهائي بس النهائي بماتش واحد، دي حاجه عايز اخد راي حضرتك فيها. هل حضرتك شايف ان تغيير فكره الاتحاد الافريقي وتطبيقه وتقريبه ان هو عايز يقرب شويه من بطولات دوري ابطال اوروبا، ويبقى زي اوروبا في بدايه دوري الابطال ونهايه دوري الابطال، وان كمان النهائي يكون من مباراه واحده، هل حضرتك شايف ان ده في صالح الكره الافريقيه؟ ولا ده ضد الطبيعه بتاعتنا ان احنا متعودين كل سنه يكون عندنا ماتش ذهاب وماتش عوده؟ بالنسبه للجمهور بتاعنا ان هو ما يتحرمش ان هو يكون موجود، وبالنسبه للجمهور بتاعنا هيكون بقى مستنيين نعرف فين الماتش اللي هيتلعب في النهايه عشان نبدا نجهز تذاكر سفر ونحجز ونطير ونروح. فعايز اعرف راي حضرتك في هذا القرار تحديدا. هي تحت التجربه، فكره تحت التجربه. ليه؟
لان ممكن مباراه مثلا بين يبقى النهائي مثلا الاهلي مثلا يعني وفريق الوداد المغربي والاتحاد الافريقي قال هتتلعب في جنوب افريقيا او قال هتتلعب في زامبيا او في زيمبابوي مثلا يعني ممكن محدش يعرف يروح من الجمهور يعني الرحله تبقى طويله وتذاكر دلوقتي بقت غاليه جدا والدوله هناك الجمهور بتاعها هيروح يعني راي حضرتك ان يتم تحديد الملعب يعني بفتره قريبه من ماتش النهائي لما يعرف مين الاربعه او الثمانيه اللي هيوصلوا عشان يقرب المسافات على الجمهورين مثلا وهي تحت التجربه برضه بس ما ينفعش مثلا فريق مغربي يكون بيلعب في النهائي ولا في تونس ده الجمهور بتاعه هيروح على طول يعني او الجزائر كمان يعني ممكن ايه لا انا ممكن ايه ممكن مثلا فريق مغربي وفريق جزائري العب في تونس الاثنين على الحدود مع ايه ماشي. مع تونس لكن ما ينفعش ان انا مثلا العب مثلا نادي مصري ونادي مغربي والعب في تونس بالنسبه للجمهور المغربي هيبقى قريب جدا من او حتى في الجزائر كمان حتى في جنوب افريقيا حدود جنب بعض 8 ساعات سفر انت تعرف ان كنا في امم افريقيا في تونس وكنا بنلعب الجزائر في المجموعه بتاعتنا الجمهور الجزائري دخل تونس بالعربيات مش بالطيارات بالظبط حدود يعني على الحدود الاثنين على الحدود فمش هتبقى مش هيبقى تكافؤ فرص هنا هتنعدم تكافؤ الفرص انا شايف وبعدين افريقيا مش زي اوروبا اوروبا بيروحوا بالطياره او قطر او عربيه او اي شيء وعندهم هناك كمان الاسعار مناسبه ليهم مش ما احنا هنا اكيد هيكون في رحلات بتخفيض وكذا وماشي بس مش هيبقى العدد اللي هو يعني ممكن يروح 1000 مثلا بس مش هيروح 30000 ولا 40000 لكن لما يكون ماتش في موجود في القاهره مثلا او في برج العرب حتى في 40000 او 50000 هيحضروا ممكن تتلعب في دوله عربيه النهائي مش شرط في افريقيا زي ما بيحصل وزي ما احنا شفنا السوبر الافريقي ممكن الاتحاد الافريقي يعمل كده بس هل كل موسم هيعمل كده؟ وبعدين عنده بطولتين بيبص للتسويق والسوبر الافريقي اللي جاي والسوبر الافريقي اللي ماضي ما بين الترجي والوداد افريقيا بره افريقيا تلعب في دوله عربيه فراي حضرتك ايه هل ممكن يكون ده انت قصدك يعني النهائي دوري ابطال والكونفدراليه يروحوا دوله مثلاً عربيه اسيويه مثلا ممكن يجي في بال حد من المسؤولين زي ما هيعملها في السوبر يعملها في النهائيات دي يقول لك انا هسوق وهاخد فلوس ممكن وخصوصا بقى لما يكون في طرف عربي في البطوله هيضمن جمهور هيضمن جمهور سواء توانسة مصر جزائريين سودانيين مغاربة أي حد عربي هيلاقي جمهور عربي هيشجعه هيروح المباراة ممكن فكرة بتاعتك حلوة ممكن تحصل انت لسه فكر فيها دلوقتي انا جيت بالي استبعد بقول اسال حضرتك هل ممكن ده يحصل ولا لا ممكن ممكن زي ما بيلعب السوبر دلوقتي حاليا خارج القاره الافريقيه ممكن يخرج عن القاره الافريقيه في نهائي دوري الابطال والكونفدراليه ممكن حضرتك تقول لي هل المنافسه هتبقى ما بين ان شاء الله الزمالك يوصل يبقى اهلي وزمالك اهلي وزمالك ولا ممكن سان داونز ترجي الوداد هل حضرتك شايف ان اكثر من فريق ممكن يكون المنافسه موجوده ما بينهم طب هل مازيمبي ممكن يختفي ما ده اللي اسال حضرتك عليه هل مازيمبي شايفه بنفس القوه اللي كان موجود فيها قبل كده ولا قوه مازيمبي بدات تختفي مع الوقت رئيسه السابق رجع حلو اللي هو الملياردير اللي نزل بالطياره ده فرجع للفريق واللي جايب وجايب للفريق طياره خاصه يعني الطياره الفريق وفر لهم حاجات كتير يعني فرجع تاني غير مكافآت طبعا طبعا اللي بياخدوها دي بتحفزهم فده حضرتك بتقول ان هو ما دام رجع ممكن مازيمبي يكون منافس قوي وشرس في البطوله وبعدين ده على طول متواجد من بقاله 10 15 سنه في المربع الذهبي دايما يعني ولو ما خدش دوري ابطال بتلاقيه في الكونفدراليه ساب الكونفدراليه دخل على دوري الابطال هو وفيدا كلب على فكره هما الاثنين دايما متواجدين يعني في البطولات ديت سان داونز زي ما انت بتقول ممكن ما وصل لغايه المربع الذهبي السنه اللي فاتت وخرج بهدف واحد بس يتعادل على ارضه واتغلب 1-0 في مباراه العوده من الترجي كويس ممكن يكون متواجد برضه مين تاني ما فيش حد تاني قوي هيكون موجود زي مازيمبي وزي فيدا كلوب بيخرج برضه بيخرج يعني مش الفريق يعني ما بيكملش طيب نروح للدوري المحلي راي حضرتك في المنافسه هل النادي الاهلي هل حضرتك شايف ان ممكن ما يكونش ليه منافس عكس الموسم الماضي الصعب جدا 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 اللي كان الاهلي بدا بدايه بسبب كثره الاصابات وكثره التاجيلات واللعب في اكتر من بطوله اثر عليه هل حضرتك شايف ان الاهلي الموسم ده هيكون بلا منافس او منافسه الوحيد هو نادي الزمالك فقط لا غير ولا هنلاقي زي الموسم الماضي الزمالك وبيراميدز وبعض الانديه اللي ممكن تعافر امام النادي الاهلي في الموسم الحالي وبطوله السنه اللي فاتت اللي ماضت يعني دي كانت بطوله صعبه جدا عشان كده ليها حلاوه خاصه عشان كده ليها حلاوه خاصه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي كله يعني
ليه؟ لان النادي الاهلي قيل عليه كتير جدا. الحكايه مش حكايه ان النادي الاهلي كان فيه اصابات وكان في المركز متاخر، لا ده كان عنده مباراه مؤجله، ولكن حملات التشكيك اللي كانت على النادي الاهلي عامله زي اللي هو الكلام اللي امر من السحر. اللي بيبقى امر من السحر، انا مش سايبك، وناس يعني مطلقه عليك بقى، السنه مطلقه على النادي الاهلي بكل اتجاه. هو بتاجل له الماتشات ليه؟ هو ليه الماتشات اللي بتاعت اللي المفروض يلعبها في الدور الاول بتتلعب له في الدور الثاني؟ هو ليه الاهلي مش عارف ايه علشان يجيب مثلا لعيبه ثانيه يحطها في يناير عشان يقدر يفوز بالدوري؟ اتحاد الكوره بيديله فرصه عشان كذا، مع ان النادي الاهلي الباب اللي اتفتح في يناير ده ما اتفتحش للاهلي، اتفتح لكل الانديه. وعايز تغير فريقك كله غيره. انت ما غيرتش غير واحد او اتنين، دي مش مشكله الاهلي، دي مشكلتك انت اللي غيرت واحد او اتنين. الاهلي غير، هو عاوز يغير، قال لك لا ده عامل حسين عمل كده او اتحاد الكوره عمل كده عشان الاهلي غير اللعيبه بتاعته اللي موجوده علشان ما ينزلش، مش عشان ياخد البطوله. هما كانوا الزمالك كان حاطط في مخه ان هو واخد البطوله بطوله، وكل الناس قالت الزمالك هياخد البطوله، بس هي مش اول مره ان هم يعني مش اول مره تحصل. بس هم كانوا كان عندنا تجارب. الزمالك كان متفوق على الاهلي ب 13 وب 15 نقطه، الاهلي بيرجع وبيفوز وبيعدي كمان. انا كنت مره بزيد مباراه للاهلي، كان بيلعب المقاولين، وكان الاهلي الزمالك كان عنده مباريات مؤجله كتير، وكابتن صالح الله يرحمه قال المنافس مش عايز الدوري هاتوه. في موسم في التسعينات حصل كده، كان الزمالك بيلعب في ابطال افريقيا، كابتن صالح قال للاعيبه الاهلي المنافس مش عاوز الدوري، هاتوا الدوري. واخد بالك؟ ودي مش اول مره بقى زي ما انت بتقول. لكن المره دي انا بقول لك الموضوع ما كانش في الملعب بس، كان بره الملعب. من التصريحات الكلام الكتير اللي كان قال لك المنافس بتاعنا هو بيراميدز، الاهلي ربنا يستر ما ينزلش، طب كويس ان بقى في المنطقه الدافيه. الكلام امر من السحر، دافيه قوي، بقول لك كلام امر من السحر نفسه. خلاص خلى ناس من جمهور الاهلي عشان كده. بس انا شايف عشان كده كابتن عمر، انا شايف ان الكلام ده جه بايجاب مع النادي الاهلي وسلب مع نادي الزمالك. ليه؟ نادي الزمالك اخذ الموضوع ان في طمانينه واريحيه وخلاص ريحوا، لكن الاهلي اخذ الموضوع موضوع تحدي، هنشوف اخر الموسم مين اللي هيثبت. وقال اتسرق تمام؟ مش قالوا اتسرق؟ ما هو لازم يبقى في مبررات يا استاذ سمير، حضرتك عارف لازم يكون في مبررات علشان خاطر اعرف ابرر. انا لو ما بررتش انا بقول ان انا غلط او كان في حاجه غلط، فلازم اقول مبررات، لازم اقول بقى التحكيم اتسرق، اتحاد الكوره، لجنه المسابقات، لازم اقول اي حاجه علشان خاطر اعرف ابرر لجمهوري او اعرف ابرر للمسؤولين او اعرف ابرر للناس اللي بتتابع المشهد العام انا ليه خسرت الدوري. ده بيقول لك ما بيجيبوش حكام اجانب علشان بيخسروا مع الاجانب. بص حضرتك، هو الحكام اجانب اساسا مفروضه ان هتيجي الدوري المصري؟ لا طبعا مش وبعدين وبعد الاهلي طلب، احنا عندنا اهلي وزمالك بس اللي بتلعب بحكام اجانب، لكن الاهلي طلب كل الدوري بيتحكم بحكام اجانب، حتى لو بحكام اجانب انت برضه ما كسبتش الدوري. اللي عايز يفوز بالدوري، اللي عايز يفوز بالدوري لازم يشتغل اكتر ما يتكلم. ولذلك بقى انت بتقول لي بقى دلوقتي الدوري ده الاهلي هينفرد بيه لوحده كده اهوت، مش هلاقي منافس ولا هيلاقي؟ ده لا سؤال. هيلاقي، هيبقى في منافسين. هيلاقي، وممكن تكون منافسه مش شرسه، لكن هيبقى في منافسه. الشرسه يعني امشي معاك خطوه بخطوه. احنا في موسم يعني مواسم يعني المنافسه هتكون شرسه الموسم ده ولا منافسه قويه؟ قويه. احنا في موسم كان اربعه الفرق بينهم نقطه. اربعه، الاهلي الزمالك الاسماعيلي المحله. اربعه، كان الكابتن ربيع بيلعب. منافسه كانت شرسه، ادي شرسه بقى. انت مش عارف، مفيش حد عاوز يرجع، كله ماشي معاك ماشي خطوه بخطوه. خطوه بخطوه لغايه ما جت في الاخر اصفرت ان الاهلي بيلعب الاسماعيلي مباراه فاصله. علشان يحددوا مين بطل الدوري. دي بقى حلاوه الدوري لما تبقى كده. ده عايز حكام فير بقى على الاخر. كابتن جمال غندور بقى لو ظبط الموضوع كويس، احنا شفنا مشاكل برضه في اول ثلاث اسابيع. في مشاكل تحكيميه ما زالت موجوده، هي مش زي السنه اللي فاتت، لكن ما زالت في حاجات المفروض تتظبط شويه. طب زي ايه يعني؟ هل حضرتك كلمه عايزه تتظبط المفروض الحكم يتعلم من اخطائه؟ طب. ولا على طول يكون في حساب، او مش حساب اللي هو ان انا بعاقبك او ان انا بعنفك، لا حساب ان انت لازم تخلي بالك الماتش اللي جاي انت غلطت في 1 2 3 فلازم تذاكر وتتابع اخطائك وتشوف انت غلطت ليه عشان الماتش اللي جاي تصح اخطائك. هل ازاي ممكن الكابتن جمال وازاي الحكم نفسه ممكن يتدارك الاخطاء وممكن يطور من نفسه ويبقى حكم دولي، حكم حكم متميز؟ ما انا بتكلم على حكم متميز، غير انه يكون حكم دولي. اللي مش دولي يكون متميز، وان هو يسعى ازاي يكون دولي. ازاي ده ممكن يحصل او ازاي ده ممكن يتصلح؟ والله يا كابتن عمر، يعني انت تيجي تشوف الكابتن احمد الشناوي وهو بيحلل،
كابتن ايمن ديجيش، كابتن ناصر عباس، كابتن سمير عثمان، كابتن عادل عقل، في مجموعه حكام كده بيطلعوا يحللوا، تلاقيهم كلهم بيجمعوا مثلا ان اللعبه دي مثلا كانت ضربه جزاء، وكلهم بيقولوا كده، وانك يا كابتن كنت المفروض انت قريب منها تحسبها لان حصل دفع، ان حصل كذا. هو ضربه الجزاء الحكم المصري ما تعلمش اسبابها؟ تمام، لا يمكن يكون ما تعلمش اسبابها، عارفها، عارف اسبابها، وبالتالي عارف امتى يصفر ليها، وهل اللعبه اللي هي ممكن ما تتحسبش ضربه جزاء والحكم بتاعنا برضه يحسبها وهي ما تتحسبش ضربه جزاء، طب ليه حسبت اللي ما تتحسبش وسبت اللي تتحسب وانت دورك حكم؟ طب الحكم ده مش خطا بشري على فكره، ده مش خطا بشري، الخطا البشري ان انت كنت تكون بعيد، ان انت نظرتك كانت كده وكوره كانت بتلاقي في ناحيه ثانيه وانت ما خدتش بالك من الموضوع دوت، ده ماشي، ده خطا بشري، لكن انت شايفها او قريب منها ازاي ما تتحسبش؟ ازاي؟ او ازاي تتحسب وهي المفروض ما تتحسبش؟ برضه ازاي؟ او مثلا اللعبه اللي كانت في اسوان، مباراه الاهلي واسوان، كابتن محمد الحنفي او عمرو السوليه اتضرب على منطقه جزاء بطريقه بشعه، اصابت عمرو السوليه وخرج حتى من المنتخب، ماشي، ده ولا انذار ولا فاول ولا اي حاجه اتحسبت، يعني لعبه عاديه. طب ليه كابتن محمد حنفي عمل كده؟ ما هو برضه عايزين نعرف. انا هو اهو لا ضربه جزاء اهو، ولا بنتكلم على ضربه جزاء ولا بدور على حاجه، لعبه عاديه. فهي دي الحاجات اللي عايزه تتظبط في التحكيم، وان احنا التحكيم لازم يكون فير، لانك انت فير يعني ايه؟ كل واحد ياخد حقه. الاهلي عليه ضربه جزاء يتحاسب عليه ضربه جزاء، الزمالك عليه ضربه جزاء يتحاسب عليه ضربه جزاء. احنا شفنا الزمالك جت عليه ضربات جزاء ما اتحسبتش، طب ليه ما اتحسبتش؟ عشان الزمالك بيلعب. خليك فير، القانون بيخليك فير اساسا، القانون هو اللي بيحميك انت كحاكم، بيحميك انك انت بتحكم، ورجعوا للشرايط ورجعوا للفيديو ورجعوا لكذا هتعرفوا انا حسبتها ليه. لكن انت ما حسبتهاش هتستريح، ضميرك هيستريح. انا اعتقد كابتن جمال مره حكم ماتش الزمالك والقناه حسب 5 ضربات جزاء، 4 للزمالك و1 للقناه. طيب عايز اسالك سريعا علشان الوقت بيجري بسرعه مننا، موضوع محمد صلاح، راي حضرتك فيه؟ حضرتك تضحك، اول ما سالت حضرتك صلاح حضرتك ضحكت بصراحه وابتسمت. مكبرين قوي احنا الموضوع. تمام، انا عايز اعرف راي حضرتك علشان خاطر دايما الجمهور عنده عاطفه، والجمهور مش جوه المشهد الرياضي او مش جوه الاحداث او مش جوه المطبخ، فبيكون ليهم دايما تفكير مختلف. انا قلت ان الجمهور او بعض الاشخاص كان حاطين في دماغهم او بنوا او يعني بنوا صوره لمحمد صلاح ان هو الراجل المتدين جدا اللي بيحافظ على اخلاقه، اللي بيخلق. لو اقول صوره ثانيه يعني هل 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 ده موجود في كره القدم، او هل ده شخصيه محمد صلاح، ولا محمد صلاح اللي بيعمله ده طبيعي جدا وهو ما خرجش بره الاطار اللي موجود فيه، وراجل يعني بيحاول على قد ما يقدر انه يكون براند عالمي، بس في نفس الوقت يحافظ على بعض التقاليد او العادات والتقاليد اللي هو اتربى عليها. يعني موضوع بقى حضرتك تحليله ازاي؟ عشان انا غلبت بصراحه مع الناس كلها مش عارف. كابتن محمد صلاح ما بيلعبش في الدوري المصري ولا الدوري العربي، لا مش في اي منطقه عربيه كمان، حد بيلعب في الدوري الانجليزي، اوروبا يعني، والدوري الاوروبي ليه مواصفات خاصه بيه وليه حاجات خاصه بيه. فمحمد صلاح اتوجد فيها، لا يتوجد في الدوري الاوروبي ويستمر ويعيش فيه ويتعامل فيه، لا يسيب المكان ويمشي. حلو، فاحنا عايزين يعني هو مش عارف من الاخر، مش هيعرف يتعامل في الدوري الاوروبي على مزاجه هو. ماشي، فاحنا لا نسيبه وندعمه ويقدر هو يتصرف بطريقته الذكيه في المواقف اللي بيقابلها، لا اما خلاص نقول له ارجع، واحنا مش عايزينك بقى تحترف في اوروبا. هل السوشيال ميديا برضه، سؤال سريع كده، هل حضرتك شايف ان السوشيال ميديا للاسف مش عارفه تتعامل مع الوضع، علشان احنا ما كانش عندنا نجم عالمي قبليه؟ يعني ما كانش عندنا سوشيال ميديا طبعا في الوقت اللي كان موجود فيه كابتن عمرو زكي والكابتن ميد والكابتن هاني رمزي والكابتن زيدان، ما كانش فيه سوشيال ميديا. لكن دلوقتي السوشيال ميديا موجوده مع لاعب ما حققش نفس النجاحات اللي حققها لاعب مصري، فعشان كده بيتعاملوا مع الموضوع بسخريه وبتريقه وبانتقاد، وبان احنا ازاي يعمل كده، وفي ناس تقول لا يا جماعه ده راجل عارف براند. هم ليه ما كلموش ان كابتن محمد صلاح، ما تكلموش ان كابتن محمد صلاح في ناس في انجلترا عشان خاطره او بسببه، يعني مش لازم خاطره، بسببه اسلمت مثلا، يعني ليه؟ علشان كان قدوه. ومحمد صلاح ما بيقابل بعض حاجات خارجه عن ارادته، بيتعامل فيها باحترافيه برضو، علشان لا هو رفض ولا هو ينزلق، يعني لا هو يرفض ولا ينزلق نحو ما هم عايزينه. احنا شفنا صوره لراندو مع عريضه ازياء
شكلها بالظبط ولف عليه الازياء مع محمد صلاح، بس هنا الصوره تختلف عن الصوره دي. ده هو عاداته وتقاليده بتخليه يعمل كده، وده عاداته وتقاليده بس رايح على السوشيال ميديا يعني بيتناولوا بالسخريه اللي بيقعدوا يعملوها. يعني رايح حضرتك فيها ايه؟ بيكون دمها خفيف ولا الموضوع بيكون اوفر ولا الموضوع؟ لا ساعات بيبقى اوفر. وتعرف السوشيال ميديا ما فيش وراها غير كل واحد بيقدم رايه الخاص بيه ونامم عن ثقافته هو او عن تفكيره هو، مش ثقافة مجتمع ككل، لا ثقافته الخاصة به هو، فبيتعامل على هذا الوضع، بيتعامل على هذا الوضع. لكن هم حاجة من الاثنين زي ما قلت لك، محمد صلاح لا يستمر في أوروبا ويرتفع مستواه ويبقى عندنا راجل محترف على أعلى مستوى، ثالث عالم رابع عالم أول عالم، ويجي هنا يقدم للكرة المصرية على أحسن ما يكون، لما نقول له لا خلاص تعالى إحنا ملناش في أوروبا وخلي الاحتراف يا جماعة هنا يضربك في مصر أو في أي دولة عربية وخلاص، ويخلينا على قدنا ونقف لغاية المستوى ده، ودي بقى آخر حاجة لنا في على السقف بتاعنا يعني. طيب ماتش مصر وبوتسوانا رأي حضرتك فيه أخيرا في أول تجربة اللي هي الكابتن حسام البدري مع منتخب مصر؟ تجربة هتبقى كويسة، يعني شايف إن ده يقدر الكابتن حسام يستفيد من التجربة الودية ويستفيد من التوقف الدولي ده في بداية تعرفه قبل ما يكون في مباراة رسمية لمنتخب مصر تصفيات أمم أفريقيا؟ ده السوشيال ميديا برضه على قالت له أنت ما قدرتش على محمد صلاح، فعشان كده أول مرة قلت له تعالى وبعت له ان هو يجي فما جاش، بس انت عملت تصريح تاني وقلت انا سبته يستريح وهو ما استريحش، هو رفضك، رفض ان هو يجي. بس برضه السوشيال ميديا هي اللي عملت كده. السوشيال ميديا خلاص، ما هو اللي بيركز مع السوشيال ميديا بيروح معاه. يعني السوشيال ميديا هي اللي قالت كده. لكن تجربه كويسه طبعا مفيده، لان احنا بعد شهر هنبدا هنلعب ماتشين في اسبوع. صح، في اسبوع واحد. اي نعم المجموعه كويسه، جزر القمر، كينيا، توجو. الاختبار الحقيقي سوف يكون في بطولة الأمم الأفريقية نفسها. هي الله. نفس البطولة نفسها وتصفيات كأس العالم. إن شاء الله طبعًا. هتبقى صعب. بس أنا شايف تصفيات كأس العالم عشان النظام القديم بتاع مصر وغانا اللي هو حضرتك هتلعب في مجموعة بعد كده 10 فرق ماتش رايح جاي ويصعب منهم خمسة، أنا شايف إن الاختبار الحقيقي هيكون في آخر مباراة. آخر ماتشين برضه. إحنا كنا مصدرين في الأول في ترتيب الجدول، وما جينا لعبنا غانا راحت مننا الفرصة. لكن يعني انا متفائل مع كابتن حسام ان شاء الله ربنا يوفقه. استاذ سمير بشكرك شكرا جزيلا على حضرتك معايا، دايما بستمتع بحضرتك وبستمتع بارائك ودايما بتمتعنا استاذ سمير. الله يخليك كابتن عمر والتوفيق دايما يا رب. بشكرك شكرا جزيلا. وصلنا مع حضراتكم لنهايه الفقره الحواريه الثانيه مع الاذاعه الكبيره الاستاذ سمير حسين. ان شاء الله نشوفكم دايما على خير في حلقه جديده من حلقات الاهلي. لله تصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.